الله يصيبه يا فريد، لا تكون فعلا زي ما بيقولوا بتنصب عليا وبتضيع وقتي على الفاضي. يا مجدي انت فين؟ خلصت تصوير يعني؟ طب وحياة ابوك يا مجدي، تاخد تاكسي وتجيلي؟ تعال خدني، انا مش قادر اتلم على اعصابي ومش عارف اسوق. يا مجدي شرفنا، انا في اي داهية، تعال يا اخي خدني وخلاص. ما تعرفش يعني ايه؟ انت يا راجل اتجننت في عقلك؟ عايز تسيب العمارة يومين وتشيلني الهم ده كله لوحدي وانت ما تعرفش انت رايح فين؟ يا وليه يا وليه اكتمي بقى، إلهي ربنا يحرقك بجاز وسخ. بلولم بلولم بلولم، وانا قلت يعني ان انا هسيبك لوحدك؟ انا شيعت اجيب الواد حمص من شارع السودان او متلقح هناك، ادينه اسبوعين دلوقتي من غير شغل. بعد البلديه ما شالت له الكشك بتاعه اهو، يجي ويشوف طلبات السكان ويحرس البوابه لحد ما ارجع. وانتي اي حد يسالك من السكان عني قول ان ابن عمه مات ونزل البلد يدفنه وياخد العزل. هو ابن عمك ده ايه؟ هيموت 20 مرة؟ يا اخوي اقعد وشوف مصلحتك ويبطل تنطيط. يا بنت تفهمي بقى، هو في مصلحة انقح من المصلحة اللي هتحصل دي يا خرفانة انتي؟ مصلحة انما ايه؟ نقلة العمر اللي قطعت نفسي 10 سنين. يا نهار اسود، الا هو ده الموضوع اياه؟ لا بس ايه؟ النوبة دي جاية جاية بعون الله. حتة عفريت يا بنت، جن مصور انت ما شفتهوش. هو يا لهوي يا لهوي، شيوخ تاني يا سعد؟ انت يا راجل ما حواشي فيك اللي جرالك من وراهم. هتشغلوا يا رجال؟ يا رجال اكويكلي، الراجل زمانه جاي. خلاص يا باشمهندس، قدامنا بالظبط نص ساعة بالتجربة. ما تخلص يا عم الحصان انت. الحصان؟ ايه؟ برجيك، مش احسن بقول لك يا دونكي؟ دونكي قوي. ايه يا شهير؟ بقول لك ايه، سعد جالك؟ طب بقول لك ايه؟ اخره بتاع ربع نص ساعه لربع كده على قد ما تقدر. يا شاهين اتمشى شويه، خد لك كروز، خش لك اي سوبر ماركت وهات لك سناكس. اقول لك اقول لك افتح كابوت العربيه وافتحه 3-4 مرات والعب جوه شويه واستنى مني رنه. سلام يا ستوبد. امال فين الاخ فريد؟ بيقول هيتابع معانا بالتليفون خطوه بخطوه. ايه وده ينفع؟ هو في حاجه ما بتنفعش عند العفاريت يا شيخ عكاشه؟ ايوه بس ايه لازمته طيب؟ البوليس اتدخل في الموضوع وطلب من الدكتور يجيب له الامان من رئيس المباحث شخصيا قبل ما يظهر في الشغل. ايوه طب بقول لك ايه؟ ايه الغواني يا سعد؟ ايه؟ بتاجر ايه؟ بتاجر في الغواني يا سعد. بتاجر في الغواني يا سعد؟ ومكسوره. بتاجر في الغواني يا سعد؟ قولها 3 مرات. بتاجر في الغواني يا سعد؟ ما تشيلوا يا رجاله شويه. طب خلاص سيب اللي في ايديك وتعالى لي فورا. دوريت يا محمود، انت بتستهبل؟ سيب وقال مع الامنه وتعالى لي انت، في مشوار لازم تطلعه بكره الصبح انت واشرف فيه، لازم تعرف تفاصيله دلوقتي. يلا سلام يستنيك. خير يا عماد باشا؟ في حاجه ولا ايه؟ بقول لك يا اشرف، عايزك في ماموريه غريبه شويه. انت تؤمر زعيم واحنا ننفذ؟ هتاخد معاك محمود وتلات عيال خفاف ومخهم صاحي. ما تجيبليش عيلة تلحم وبوظ لي الشغل يا اشرف. ما تقلقش يا باشا موجود. عظيم. عايزك تطلع بكره الصبح من بدري على النيابه. طارق بيها يعرض على المحامي العام ويديك اذن تسجيل ومراقبه. اول ما تقفش الاذن ده في ايديك تتصل بيا فورا. طب مش هفهم الحوار يا باشا عشان اعرف اتصرف؟ مش لما افهمه انا الاول يا اشرف. مش هينفع للاسف، ما اقدرش احوله اي تليفونات دلوقتي. اوكي. شريف بيه جوه؟ اهلا يا دكتوره، حضرتك شريف بيه جوه؟ ايوه موجود، بس هو عنده اللي عنده ايه؟ انا ناقصاكي. حيوان. عندك حق فعلا، البيع عنده حاله حب. هكلمك تاني. اهلا يا شاهين، ازيك؟ مش واقفه كده ليه؟ مضغوط سيادتك، عمال تحب لي في التليفون وسايب الدنيا تولع باللي فيها. فيها شاهين مش فاهم حاجه. ولو كنت كلفت خاطرك ورديت على الويتنج اللي بيجي لك من ساعتين كنت عرفت ان بنت اختك اتقبض عليها ومحبوسه في القسم. ايه؟ ازاي يعني؟ هو ايه اللي ازاي؟ حد قال لسعادتك ان القضيه اتقفلت ولا حاجه؟
ما انت عارف ان النيابة افرجت عنها المرة اللي فاتت بشكل مؤقت، وارد جدا يجيبوها تاني في اي وقت. ايوه بس انا كنت فاهم ان المشوارين اللي انت عملتيهم لغاية مكتب النائب والداخلية هيلموا الموضوع. يلموا الموضوع؟ في ايه يا شريف؟ انت فاكر نفسك بتتكلم عن مخالفة مباني؟ دي جناية قتل يا باشمهندس. تبقى مصيبة لو كنت بتدير مشروع الأدوية اللي أنا سايباهولك ده كله بالعقلية العظيمة دي. شاهي من فضلك ما تخلطيش. بلا شاهي بلا زفت بقى يا أخي، حرام عليكم. أنتوا قريب جدا هتجيبوا شاهي دي الأرض وتضحكوا الدنيا كلها عليها. أنا أول مرة في حياتي أشوف واحدة شايلة المصايب دي كلها على كتافها، وكل اللي في حياتها رجلين اتنين بس ما فيش غيرهم، واحد هايف ومدمن ستات والتاني لاسع بيطير حمام. بتعمله في البلد وانت صغير؟ فاكر نفسك لسه عيل وبتخلع من جدك في الجرن وتحت ورق الجميزة عشان بتروحش معاه الارض وتدرس الغلة؟ مش قادر تحس انك كبرت وستمية واحد دلوقتي محتاجين لك؟ بس انا هروح لمين ولا لمين دلوقتي؟ لبنتي اللي محبوسة في القسم، ولا للمسرحية الغريبة اللي في المهندسين، ولا للاربع حالات اللي مستنين اشارة من حضرتي علشان يدخلوا العمليات، ولا المستشفيات الحكومة اللي بيرنوا عليا كل يوم الصبح من ضغط الناس والغلابة اللي مفيش استشاري محترم عبرهم من 25 يوم؟ دي مش مشكلتي يا باشمهندس، انت تظبط نفسك ومواعيدك بالشكل اللي يعجبك. انا كل اللي يهمني دلوقتي انك تخرجني من الكارثه اللي انا فيها دي وباسرع وقت ممكن. اوكي اوكي اوكي، بس ممكن تهدي؟ تعالي بقى نقترح على بعض ونشوف ايه اللي ممكن نعمله في الاربع ايام دول. هو حل واحد مفيش غيره. اللي هو نعرف مين اللي قتل الكلب اللي اسمه فؤاد عوني ده باي طريقه وفي اسرع وقت. هو اللي في اسرع وقت وباي طريقه؟ ما تعقلي الكلام شويه يا شاهي، ما ينفعش كده. يعني المباحث والنيابه شغالين على الفصوله دي من ساعه ما جريمه القتل حصلت وما وصلوش لحاجه. احنا بقى اللي هنحلها في كام يوم؟ النيابه والمباحث عاوزين يقفلوا شغلهم ويريحوا دماغهم من القضيه، وشهد بالنسبه لهم شماعه متفصله وجاهزه على التلبيس. يتعبوا نفسهم بقى ويدوروا على غيرها ليه؟ كلام معقول برضو. ايوه بس احنا مفيش في ايدينا اي خيوط توصلنا لحل القضيه دي. ما انا بقى جايه لك النهارده ومعايا اهم خيط في القضيه كلها. وسكت من الصبح ما تتكلمي. الاستاذه عزت لما قرا شهاده البنت السكرتيره بتاعت فؤاد عوني ده لقاها بتقول في التحقيقات ان في خناقه كبيره جدا حصلت بينه وبين المطرب اللي اسمه نادر سماره ده قبل ما شهد تخش له بخمس دقايق، وحصل بينهم تهديدات جامده جدا. شهد قالت لي نفس الكلام. وبعدين هو قال لي وبعدين؟ انا بقى متاكده ان هو اللي عملها او اجر حد يقتله بعد ما شهد نزلت من عنده. طيب وعلى افتراض ان ده اللي حصل، احنا بقى هنثبت ازاي الكلام ده؟ نثبت ايه؟ هو في وقت نثبت ولا نتنيل؟ امال هنعمل ايه؟ ولا حاجه. احنا هنستفيد بالخبره اللي سيادتك اكتسبتها من الصرمحه على الكباريهات، وهنستخدم علاقتك العظيمه بالبلطجيه اللي انت مأجرهم دلوقتي عشان يظبطوا لك الدنيا قبل انتخابات المجلس اللي انت هتخشها كمان شهرين. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا دكتوره؟ ما انت عايزاني اجر بلطجيه يمشوا ورا نادر سماره ده ويراقبوه ويعرفوا بيروح فين وبيروح ازاي، وبعدين يخطفوه يحلقوا له شعره على بال ما نثبت. اسمع يا شريف، انت اخويا الصغير وانا فاهمك كويس قوي، وعينك ما بتشوفش غير مصلحتك وبس. عشان كده هجيبها لك من الاخر. قدامك طريقين عشان تساعدني اخرج بنتي من الكارثه اللي احنا فيها دي. يا إما بقى تمشي في سكة نادر سمارة وتتأكد إنه هو اللي عملها وتجيبهولي معترف، يا إما تقدم للنيابة دليل محترم مفهوش كلام.
يا اما تنكش بقى في كرابك القديم وتطلع لي واحد معدوم وضايع من الاوباش اللي كنت بتقعد معاهم ايام الصياعه وتشيلوا الحكايه كلها قدام شيك بخمسة مليون جنيه. خمسة؟ ايه اللي بتقولي ده يا شيخ؟ انا لسه ما خلصتش كلامي. بعد 3 ايام من دلوقتي لو ما حصلش اللي انا بقوله ده تجيلي كده البيت او المكتب من سكات ومعاك فايل بكل حسابات الشركة وبفلوسك اللي بره واللي جوه ومفتاح عربيتينك وشالي الساحل. شاهناز اسمعيني انا. والملحوظة بقى اللي لازم تاخد بالك منها ان لو بنتي دخلت السجن بتهمة زي دي اول واحد حيضحي بيك هو الحزب بتاعك. وانسى انك تترشح في دايرة بعد كده طول عمرك او تاخد ربع كرسي تحت الأرض. حبيبتي ألف مبروك. إيه اللي حصل؟ النيابة قررت إخلاء سبيلك بدون ضمانات. وطارق بيه بيقولك مش عايزين نشوف وشك الحلو ده هنا تاني. بابا أنت بتعيط؟ من التعب اللي وريتهولي يا بنت الرفا دي. ده انا بابتي طلع جامد قوي اخر حاجة. اخر حاجة ازاي يعني؟ مش فاهم. لا ده اكسبريشن كده هبقى فهمه لك بعدين. تمام. المهم بس انا كنت عايزة اسألك على حاجة. هو انت كده خلاص ما تعرفش حاجة عن امنية الراجل ده؟ يا حبيبتي ده راجل عبيط ما حدش فاهم منه اي حاجة، عمال يجيب كلمة من هنا وكلمة من هناك ويهرتل. يهرتل؟ اه عمال يهيس. سليمان المهم يعني طارق بيه ما قدرش يوصل منه لأي حاجة بخصوص صاحبتك. تصوري كمان إن المباحث اكتشفوا إيه؟ إيه؟ اكتشفوا إنه دخل الأمراض العقلية قبل كده مرتين. مش معقول. شفت يا ماما مش أنا قلتلك إن الراجل ده بيخرف؟ مش وقت الكلام ده يا حبيبتي. أيوة بالظبط يا حبيبتي، إحنا مش عايزين نسبق الأحداث، خليها على الله ونعم بالله. ايه ده؟ تاخد شوية لب؟ لا مرسي. ليه بس؟ ده جامد جدا، جامد اخر حاجة. لو سمحت انا من حقي اعمل تليفون وابلغ مامي. حاضر يا روح مامي، هتعملي كل اللي نفسك فيه. ولازم يكون معايا محامي. واحد بس، ده احنا هنجيب لك النقابة كلها. الله، الثلاثي المرح لسه هنا؟ ايه ما روحتوش ليه؟ انا مش مدي لك مفتاح الشقه يا سامي. ايوه يا عمي، الكي بتاع الشقه معانا، بس هو بس الماب بتاع الطريق هي اللي مش معانا. اه فاتتني دي، صح عندك حق، هي فعلا دخلت البيت ملعبكه شويه. ولا يهمك يا دكتور. لا بس ما شاء الله ما شاء الله يا عمي، شهد كبرت وبقت موز. ما تتلمع حيوان انت، انت هتعكس البيت قدامي. لا بص يا عمي. ازيك يا سامي وزي مامتك وباباك، احنا متشكرين قوي على تعبك معانا يا حبيبي. لا والله ما فيش حاجه. يلا بقى يا سليمان. ايوه ستي حاضر، هنمشي. مستعجله على ايه؟ مش لما اعرفك الاول على الشيخ عكاشه؟ دي الدكتوره شاهين. ايه ده يا بابا؟ انت هم قابضين عليها ليه؟ انت مش قلت لي حضرتك ان شاهد؟ لو سمحتي مش عايزه ولا كلمه دلوقتي. يلا بينا سليمان بقى. لا لا استني يا ماما، استني يا ماما لو سمحت. موني انت ليكي علاقه باللي حصل ده؟ الكلام اللي بيقوله الراجل بواب ده بجد يا موني؟ يا حبيبتي ما ينفعش كده، سيب الناس تشوف شغلها ولما يخلص التحقيق هنبقى. يا بابا انا لازم افهم، لازم اعرف مين السبب في اللي حصل لي ده كله والمرمطه دي. انا قلت مش دلوقتي عشان بكره نفهم كل يا ماما عشان خاطري. موني ردي عليا يا موني، انت ليكي علاقه باللي حصل ده؟ ردي عليا يا ماما، انت مش عايزه تبص لي، مش عايزه ترد عليا.
حاجة يا شهد تعالي. كام يا سليمان؟ ارتفاع بسيط بس طبيعي متلاقيش. طب يعني ممكن نديها حاجة تانية؟ لا 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 مش عايز اديها أي حاجة، كفاية عليها المناومة اللي خدتها. احنا بس ممكن نرفع دماغها بس شوية كده عشان ما نصدعش. بص يا سناء بقى، انت تسيبيها نايمة براحتها خالص، عايزك اول ما تصحى تغسل لها عودين كرات. كرات وبعد... ايه يا سليمان؟ هنجيب الكرات منين؟ احنا هنا مش في الغيط. طيب خلاص اسف، اعمل لها ايس كركديه. حلو كده؟ هعمل لها كل حاجه في الدنيا والله، المهم انها رجعت لنا بالسلامه. اروح احضر العشاء هنا. اه يلا بسرعه. وانت كمان يا سليمان سيبها بقى عشان ما تقلقش، احنا ما صدقنا. الو، ازيك يا دكتورة صفاء؟ ايه الغيبة الطويلة دي؟ لا 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 لا، انت كده عامله لي عجز كبير في النساء. حقك عليا يا شهد، انا اتأكدت دلوقتي ان انا السبب في كل اللي جرالك، بس والله يا بنتي أنا زيك بالظبط، وعمري ما خدعتك في أي معنى جميل ربيتك عليه. أنا صحيح كنت عارف إن الدنيا فيها الحلو وفيها الوحش، بس ما كنتش أتخيل أبدا إن الصورة غامقة قوي للدرجة دي. صدمتك في أعز صديقة ليكي ما تقلش أبدا عن خيبة أملي في الدنيا كلها. غصبا عني والله يا فندم، اصل انا جوزي فضولي شويه، كل حاجه يسمعها مني ما يرتاحش غير لما يعرف تفاصيلها. لا غيرت ايه، الدكتور سليمان ما بيركزش في المعاني العاطفيه دي. يا ربنا خليك يا فندم وميرسي على ذوقك. اه فعلا حصل، انا اتصلت بشاكر النهارده وبلغته الحمد لله ان المشكله انتهت. انا جاهزه تماما، ريدي اني تايم. اوكي فاين. طب تحب حضرتك نعمل كونفيرم قبلها ولا؟ طب استاذن حضرتك اكلمك كمان شويه. مع السلامه. رايح فين يا سليمان؟ رايح اتمشى شويه. تتمشى الساعه 2:30 بالليل؟ انت ما تعبتش من الجري اللي جريته يا راجل؟ انت اتعشى يا سليمان ونام لك كام ساعه، عندنا شغل كتير الصبح. يوه بقى شغل شغل شغل. ايه يا شهناز كتير يعني عليا اشم نسمه هوا تنضف صدري من العفره دي قبل ما ارجع احط الكمامه على وشي واتربط في الساقيه تاني؟ مش معقول بقى كده. الله ساتر. وانت مالك يا ابني؟ انت اشتريتني ولا ايه؟ ما ترد على بنتك يا استاذ فاروق، لحسن والختمه الشريفه انا لو رديت. لا رد رد يا حبيبي، انا عايزاك تفك عن نفسك وتوريني هتعمل ايه. بتلم نفسك شويه يا بت واستعبري وجودي يا بت. يا بت انت شايفاش صلحتي يا بت ولا انا اللي مش مالي عينك؟ وهتملى عينها ازاي يا عم لوسطه وهي بطران على اهلها وعيشتها وخطيبها ودايره تتنطط ليل ونهار في الشوارع عشان يقولوا عليها استاذه ويطلعوا صورتها في الجرانين؟ في الجرانين؟ طب عليا يا رب بقى وارحمني من اللي انا فيه. يا ولاد اخدوا الشيطان بقى واستهدوا بالله. طب وحياه النبي دي ايه؟ عينه مرصوده ومتنشنه عليكم بالظبط، وانا عارفه بقى مين اللي عاملها. يا روحي يا عيني. على ايه يا امي؟ هيحسدونا على ايه؟
يما فوقي بقى وحسي بالعذاب اللي انا فيه. عذاب؟ استغفر الله العظيم. اسمعي بقى يا بنت الناس. يا ود اسكت وما تبقاش غشيم، ما انا قلت لك اني مش بايديها. اهدى بس انت كده واشرب الشاي وانا هقول لك على اللي فيها. قولي هنا رايحه فين؟ نزل ايدك يا ابني. في ايه؟ مين اللي بيتصل دلوقتي؟ شغل يا بني ادم، شغل. شغل؟ طب ردي على الشغل قدامنا يا ست الكتكوته. الو؟ ايوه يا استاذ جلال. ازاي حضرتك؟ لا انا في البيت. طب اسمعيني كويس قوي يا عبير، انا هديكي فرصه خطيره جدا، لو عرفت تستغليها هتوفرها على نفسك مشوار طويل جدا. بجد والنبي يا استاذ؟ ربنا يخليك يا رب. ايوه ايوه طبعا عارفاه، ده انا حتى قبل كده كنت حاولت اخد منه روبرتاج صغير كده وبعدين ايه اتقتل. اتقتل ازاي؟ مش ممكن، بنت الدكتور سليمان. ايوه بنته، والنيابه بتحقق معاها دلوقتي. مش معقول محسن، انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ انا هستفيد ايه من الهزار في حاجه زي دي؟ طب ازاي وامتى؟ المعلومات اللي عندي من الداخليه بتقول ان واقعة القتل حصلت ما بين الساعة 2 ل 3 صباحا. 3؟ يعني هو لسه في العملية أو بعد ما خلص بحاجة بسيطة؟ تقريبا. أنا مش مصدقة الحكاية دي، مش معقول بنت الراجل ده تعمل حاجة زي كده أبدا. بالعكس، ده هو ده المعقول. أب همجي ودماغه لاسعة، وأم مغرورة ومتسلطة وبتعشق الفلوس. هيخلفوا ايه غير بنت منحرفة وسلوكها غير طبيعي؟ ايه نبرة الشماتة دي يا محسن؟ انت لسه برضو بتهاجم الراجل بتعمد اهانته بعد كل اللي عمله معانا؟ هو عمل ايه يعني علي اهانم؟ ده شغله واكل عيشه، اي دكتور تاني مكانه كان هيعمل اللي عمله اكتر. سيبك من الكلام الرومانسي ده وخلينا في المهم. انا جيت لك بعد ما عرفت اللي حصل عشان نرتب نفسنا على الظروف الجديدة. نرتب نفسنا في ايه؟ انا مش فاهم. أمين لازم يتنقل مستشفى تانية بعد ما يطلع من الرعاية، كمان لازم نحدد الدكاترة اللي هيتابعوا حالته بعد كده. ما تنسيش إنه خلال ساعات البلد كلها هتتكلم على فضيحة سليمان العريني وبنته، ومش من اللائق يعني إن دكتور زي ده. تعرف يا محسن، لو كان الدكتور سليمان نفسه اللي قتل فؤاد عوني، أنا مش هقبل بحد غيره يتابع حالة جوزي. صفية أفندم يا هانم، اندهيلي أمير حالا. هتعملي إيه علياء هانم؟ هعمل اللي كان اعمله امين لو فاي وقادر يتكلم. هرد جزء من جمال انساني الوحيد اللي جاذب اسمه وسمعته عشان ينقذ حياه جوزي. بجد يا محسن مش عارف اقول لك ايه. الله يكون في عون الدايره دخلتك المجلس. اوامرك يا هان. اتصل لي حالا بمكتب النائب العام. لا طبعا سعادتك، انا امرت بتشريح الجثه وكلفت مندوب يجيب لي التقرير المبدئي النهارده. لسه بنسال الشهود. هو الحقيقه الموقف مش واضح لحد دلوقتي، لكن إن شاء الله هنوصل. لا هبلغ معاليك فورا. تحت أمر سعادتك يا فندم. مع السلامة. مع السلامة. يا الله مش ممكن. إيه ده يا محمود؟ أنا هقضي اليوم كله تليفونات؟ دي لو قضية أمن دولة مش هيحصل فيها كده. الله كريم. تحت امرك يا باشا. هات لي يا ابني الانسه شاهد العريني. الانسه شاهد العريني. ايه ده يا انسه شاهد؟ ايه ده كله؟ خمس محامين؟ لا يا فندم، ثلاثة بس. أنا الدكتورة شاهيناز رستم، والدة شهد، وأخويا المهندس شريف. وأنا طارق الشاذلي، رئيس النيابة، ويشرفني جدا إن أتعرف عليكم بشكل ودي وفي ظرف أحسن من كده. لكن دي جلسة تحقيق، غير مسموح فيها بالتواجد العائلي. أيوة يا فندم، بس بنتي أعصابها تعبانة جدا، بقالنا ساعتين بنديها في مهدئات، مش هيجرى حاجة لما نحضر معاها، وعشان كمان لو حصل. آسف يا دكتورة. القانون أصله جامد شوية، ما بيعملش حساب للعواطف الإنسانية. أنا دخلت حضراتكم في أوضة منفصلة عشان ما ينفعش تختلطوا بالمجرمين وأصحاب السوابق. ما أقدرش أقدم استثناءات أكتر من كده. وإحنا طبعاً بنشكر حضرتك على ذوقك، لكن خلاص يا دكتورة، الطارق بيه عنده حق. يلا بينا.
يلا يا دكتورة. كرنهاتكم يا أسد. لا مؤاخذة طارق بيه، سعادتك طبعا مقدر القلق اللي هما فيه. لا ابدا مفيش مشكلة، اتفضلوا استريح. اقعدي يا شاب. اثبت حضور الأساتذة وخد البيانات. حاضر يا ريس. انت صحيح كنت بتاخدي معدات بره يا شاب؟ ايوه، اصل اللي حصل كان كتير قوي عليا وانا لحد دلوقتي مش قادر استوعبه. لا 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 مش هينفع، احنا عايزينك اجمد من كده شويه. امال هتعملي ايه بقى لما امر بحبسك 4 ايام؟ حبس؟ حبس ليه حضرتك؟ انا ما عملتلوش حاجه، انا ما جيتش جنبه. اهدي بس، اهدي اهدي. بصي كده المحامين وراكي بيضحكوا اهم. انت ايه، ما تعرفيش اي حاجه عن الهزار او الاشتغاله زي ما بيقولوا في الجامعه؟ يا فندم انا اول مره في حياتي اتحط في موقف زي ده، وعمري في حياتي ما كنت اتوقع اني بقول لك ايه. انا ريقي نشف من كتر المناهده في التحقيقات. ايه رايك ناخد كلنا طقم ليمون فريش؟ على الاقل احسن من المهدئات بتاعت ماما. لا مش احسن طبعا، كان لازم يا علاء تروح بنفسك. يا سلام، ومن امتى واحنا بنبعت مقاول في مشوار زي ده لوحده؟ مش مهم مناقصه الاسكان دلوقتي، اي حد يروح يجيب كراسه شروط، وانت بكره ولا بعده ابقى روح وظبط الناس اللي هناك. مش عارف حاجي امتى. يلا لو فيك دي تكلمني. سلام. وبعدين يا شريف انا مش مرتاحه للراجل اللي جوه ده، حاسه كده انه عدواني واخد موقف غبي من اولها. بعدين هو فاكر نفسه ايه بالظبط عشان يتكلم معانا بالغرور والعنطزه دي كلها؟ يعني نعمل له ايه يا شاهي؟ هو موظف صغير هنتنطط عليه؟ ده رئيس نيابة. إن شاء الله يكون مستشار، مفيش حد في البلد دي ملوش كبير. لا يا شريف، لا أنا لازم أعمل حاجة، وأنا مش هستنى لحد ما ألاقي بنتي طالعة من مكتبه على سجن النساء. أهم يا نجوى، دكتورة شاهين واقفة هناك أهي. طب خلاص بقى يا دكتور، انا هنزل استنى حضرتك تحت لحد ما تطمني على الدكتور سليمان. ايه اللي بتقوليه ده يا نجوى؟ هو انت جايه معايا المشوار ده كله عشان تستنيني في الشارع؟ معلش والنبي يا دكتوره، اصل حضرتك لسه ما تعرفيش الست دي كويس. كفايه والنبي اللي حصل امبارح، مش زاداني بقى بهدله وقله قيمه. لا طبعا، انت بتفكري ازاي؟ اللي حصل امبارح كوم وظروف النهارده كوم تاني خالص، فانا معقول هتحرجي كنت جايه تطمني عليهم؟ والنبي انت قلبك ابيض قوي زياده عن اللزوم. دليل ما اعتبرتش مديتي دي شماته وفش غل بعد الكلمتين اللي سممت بدني بيهم امبارح. للدرجه دي؟ والنبي يا دكتوره اسكتي وما تفتحينيش. طب وربنا؟ شوفي ربنا، انا لولا غلاوه الدكتور سليمان في قلبي وربنا ما كنت وريتهم وشي تاني. بقى في حد في الدنيا يصدق ان الراجل اللي زي النسمه ده يعيش مع الحيزبونه دي تحت سقف واحد؟ يا رب والنبي وحياه حبيبك النبي يتصبروا عليها يتخلصوا منها. 100 مره قلت لك قهوتك تشربها في مكتبك يا سليمان، حرام عليك انا تعبت. اوه يا شيناس بقى، وانا قلت لك 200 الف مره انا بتخنق يا ستي من الكبسه بتاعه الحيطان والبيبان المقفله. ايه يا شيناس، افطس يعني واروح فيها علشان تستريحي؟ لو على ايه تتعب نفسك، انا اللي شكلي هعملها قريب قوي عشان ارتاح من شغل البهلوانات بتاعك ده. صعب تقول ايه؟ بقول اخص عليك يا حبيبتي، ده كلام برضو يعني اهون عليكي تسيبيني محروم بعدك تايه في الدنيا لوحدي؟ ده ناقص توهان اكتر من كده. يلا يا سليمان، في ضيف مهم عاوز يشوفك. يلا يا شيناز. لحظه الله. اتفضلي. دكتور فادي. ازيك يا هناء؟ ازيك يا دكتور. الله، امال فين بنت نوجه؟ نوجه مين؟ نجوى بتاعت البوفيه. سليمان انا مش ناقصه ارهاق عصبي اكتر من كده، كفايه اللي حصل فيا الليله دي. ايه يا شيناز، مش اسمها نجوى برضو ولا بفتري عليها؟ سليمان ركز شويه بقى، بقول لك في ضيف مهم جدا قاعد مع مساعد الوزير ومستنينك من بدري. تقول لي نوجه بتاعت البوفيه؟ طب يلا انت اللي معطلان. ايه؟ انت متاكده من الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا يا باشا، بقول لحضرتك انا شايفاها بعينيا دول وهي واقفه في الكوريدور بتاع مراد الوزير ومستخبيه في جنب كده ومعاها كاميرا الموبايل عماله تصور بنت الوزير ومراته والراجل اللي معاهم بتاع مجلس الشعب.
يا بنت الايه؟ ايوه حسن باشا، البنت يا فندم اللي دخلت من شويه مع سواق التاكسي. لا يا فندم، حاله ايه وطوارئ ايه بس؟ دي صحفيه سعادتك استعملتنا كلنا وعملت الفيلم ده كله علشان تدخل. يا سلام، طب فيها ايه؟ فيها ايه يعني؟ انت مش هتبطل استخفاف الرزل بتاعك ده؟ في دكتور محترم يقلب كيان المكتب بالطريقه البشعه دي؟ ده انت ولا كانك قاعد على الرصيف. وحمامه يا سليمان، حاطط في مكتبك حمامه؟ امال كنت عايزاني اعمل ايه بس يا شهناز؟ ادخلها معايا العمليات؟ اسكت اسكت، ما تعفرطنيش. نخلص بس من الليله السوداء اللي احنا فيها دي الاول، وبعدين نبقى نتحاسب في البيت. المهم دلوقتي من فضلك حاول تسيطر على لسانك وتختار الفاظك كويس اللي هتتكلم بيها مع الناس، وارجوك بلاش التعبيرات اللوكل اللي انت بتحدثها زي الطوبه دي. ممكن اسال حضرتك سؤال صغنطط قوي قد كده اهو؟ مين دي؟ الحاله اللي حضرتك صممت تدخليها الطوارئ يا دكتوره، طلعت صحفيه شاطره. صحفيه؟ مش قلت لحضرتك بلاش تعرضيني في اي ريحه وحشه بشمها؟ ريحه وحشه يعني ايه حضرتك؟ انت تخلصي خالص وتتفضلي معاها من سكات. حاضر. ثواني يا حسام بيه. خير يا دكتور؟ الحظر والتعتيم اللي حضرتك كنت عاملهم على المستشفى قبل العملية كان ليهم واجهتهم. معالي الوزير كان في حالة حرجة وكان رائد من الحياة والموت، وطبعا أي كلام عشوائي في وقت زي ده ممكن يعمل شوشرة إعلامية وبلبلة للرأي العام وشائعات ملهاش أي لازمة. مظبوط، بس الوضع دلوقتي بقى اختلف تماما. الحمد لله العملية نجحت، وده طبعا بتوفيق من ربنا، والحالة دلوقتي مستقرة وزي الفل و24 قراط. وبكرة الصبح بإذن الله هتلاقي بوكيهات الورد وبرقيات التهنئة نازلة ترف على أوضة معالي الوزير زي المطر. يا ساتر المقدم، مصر دي عاملة زي أي قرية صغيرة في الفلاحين. الولية اللي بتولد على راس البلد عندنا، واخد بالك يا دكتورة، حريم البلد كلها بتسمع الطلق بتاعها من وهي في بيوتها. بدليل ان قطة مخربشة زي دي شمت الخبر وقدرت انها تتسحب ما بين رجلين حضراتكم وتخش المستشفى هنا قبلنا شخصيا مخرج من العمليات. يعني قصدي يعني ايه لازمتها بقى ان احنا نأذي بنت عبيطه زي دي، واخد بال سعادتك، بهدلت نفسها ودخلت المستشفى وعملت عيانه لمجرد ان رئيس تحرير جشع استغلالي وعدها بكلمتين كده باسمها صغير في جورنال تافه مجهول مغمور ومكافاه 50-60 جنيه. كلام سعادتك سليم 100%، بس حضرتك نسيت حاجه صغيره قوي. حاجه ايه؟ حقي وحق الضابط اللي هي استغفلته واتسحبت من ما بين رجليه زي ما حضرتك قلت بالظبط. افرط فيه بسهوله كده واعمل منه البانه في بق الممرضات وعمال المستشفى؟ يا سلام عليك بقى حسحس بيه. ما احنا ياما استغفلنا مدير المدرسه علشان ننط من على السور، وياما استغفلنا ابهاتنا علشان نشرب سيجارتين في الحمام، وياما استغفلنا حرس الجامعة عشان نخش كده تفليتة ونقابل الجو. اوعى تقول لي ما حصلش. طب بذمتك ودينك يا شيخ، انت ما كنتش بتزوغ من كلية الشرطة وتروح جامعة عين شمس عشان تقابل اسمها؟ اقول لك بذمتك، طب كان اسمها ايه؟ كان اسمها ايه؟ رباب يا دكتور. يا حسام بيه، هو الشباب يبقى شباب ابدا غير طيش وتهور ونط من على السور؟ انا مش عارف اقول لك ايه يا دكتور بصراحه. قول براءة بقى يا اخي، وما تعكننش على كل الناس اللي فرحانه بنجاح عمليه الوزير بتاعك ده. الله، وانت بتشتغلي في انهي داهيه يا مفعوصه انت؟ لسه ما اشتغلتش والله يا دكتور، ده انا كنت بحاول اعمل اي حاجه النهارده كده علشان اقنع يعني رئيس تحرير جريده المستقبل انه يمرني عنده ويديني اي كارنيه. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا باشا. اصل احنا اصلا متخصصين في اننا نمص دم اي كتكوت صغير بالظبط زي العرس. خلاص يا دكتور، براءة المرة دي عشان خاطرك،
وانت لو شفت وشك في حته تاني هبطلها خلاص، هبطل مهنه الصحافه دي خالص. انا شفت منها غير الهم ووجع القلب. ما تشغلني عندك ممرضه يا دكتور، ده انا حتى شاطره وخفيفه وبعرف ادي ابل. ابراهيم خدها من قدامي دلوقتي الاحسن، ورب الكعبه النبي ما انت حالف. السلام عليكم. بعد اذنكم. مع الف سلامه يا فندم، شرفت وانست. خطوه عزيزه. خلصت المرافعه يا مترو وخدت البراءه؟ اصل ممكن بقى نتحرك ونلحق الناس اللي هيتخانقوا جوه في الاوضه دول. شهنوستي حبيبتي، ممكن من فضلك تعفيني انا من موضوع الضيوف ده؟ يوروبك سوا فيا. هتهرج يا سليمان؟ هتهرج؟ لا يا شهناز مش بهرج، انا بكلمك بجد. الله، انا خلاص اتخنقت، تعبت، مش قادر اقعد ولا دقيقه واحده هنا. يعني لازم اجي لك بنفسي عشان اهنيك وارفع لك القبعه؟ ايه يا بروف؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا محسن بيه؟ مش انا بس اللي بقول يا دكتوره، كل بني ادم اتعامل مع الدكتور سليمان عارفه كويس قوي، ويقدر يقول لك اللي بقوله لك ده حرف حرف. والمكان اللي احنا موجودين فيه ده شهاده رسميه على طبيعته الغريبه واسلوبه العجيب. مش ده برضو مكتب سليمان العريني؟ مظاهر عمرها ما كانت دليل على الكفاءه العلميه يا محسن بيه. ويكفي الدكتور سليمان فخر ان طول مده شغله بالجراحه ما صادش منه غير عمليتين بس، ولأسباب قدرية كمان، واسأل عنه الأجانب. أنا لا يمكن أسكت على الإهانة البشعة دي، والعلم حضرتك وزير الصحة بنفسه هو اللي اتصل من ألمانيا وطلب تحويل الحالة على الدكتور سليمان العريني. ومين قال لحضرتك إن وزير الصحة مش مسؤول هو كمان على اللي بيحصل دلوقتي؟ وحضرتك بكرة تتفرجي أنا هعمل إيه في الجلسة اللي جاية. وأنا كمان ليا اتصالات يا محسن بيه، وأعرف أخد حقي كويس. نجحت يا دكتورة العملية، نجحت. نجحت. غبية انت، تعالي خديني من هنا بسرعة، انا اتبهدلت يا موني، اتبهدلت قوي. طيب مش قلبي ومفتاحك كل يملك ايديك ونسان وصباحه يسلعك. ايه يا بطة؟ ها الاخبار؟ حضرتك دكتور عبقري والله العظيم، عبقري. لا بقولك ايه بقى، سيبك من عبقري وجمبري وكلام السيمة ده، المهم طمنيني، ها استفدنا من الكام ساعة دول ولا خرجنا زي ما دخلنا؟ معقول يا دكتور، ده أنا اتعلمت واستمتعت وهصلي ركعتين شكر لله على الفرصة الرهيبة دي. الحمد لله. ألف مبروك يا دكتور. وأنت من أهله يا سيدي. إيه يا إخوانا، ألف مبروك ألف مبروك. إيه وأنا راجع من الحجاز. إكسلنت يا دكتور سليمان. 3 ساعات ونص بس في أوبن هارت سيرجري. دي إيه الشطارة دي كلها يا دكتور؟ ميرسي قوي يا دكتور صفوت. بس الحقيقة هي مش شطارة مني ولا حاجة، أنا أصلي كان ورايا ميعاد مهم كده، قلت أخلص الجراحة بسرعة بسرعة وألحقه. أعرفك بقى بنتنا العزيزة أحدث عضو معانا هنا في المستشفى، الدكتورة فاطمة الفرجاني. طب أنا راضي بذمتك يا دكتور، مش خسارة دي في الجراحة، دي كان المفروض إنها تتخصص عيون، تجميل، يعني حاجة سمباتيك كده. دي فرصة سعيدة جدا يا دكتورة فاطمة. أنا أسعد يا دكتور. بعد اذنك. اتفضل 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 اتفضل. نفس الموت بس غلبان والله، ولو فتحت صدره هتلاقي قلب خصايا بس مزز شويه. هو حضرتك عندك ميعاد فعلا؟ عسل انت يا بطه والله عسل. بقول لك ايه، عارفه الانسه رندا السمراء الاموره دي؟ طبعا. خليها تطلع لك عربيه توصلك علشان الوقت اتاخر. تمام. اوعي تنسي تسلمي لي على جدك شديد السلام. حاضر يا دكتور، انا متشكرة قوي قوي قوي. يلا مع السلامة. القهوة يا بار، ويا مين يقول لي قهوة. انت عبير، انت ايه اللي قومك من سريرك؟
ما انا لقيت نفسي كويسه قلت امشي رجلي شويه، ماليش انا بقى في قعده السرير وكده يعني. بس احنا يا حبيبتي لسه هنعلق لك محاليل عشان الضغط العالي اللي عندك. لا ما انا اصلا ضغطي عالي كده على طول، انت عارفه بقى القرف ونكد الشغل ومشاكل ده. حتى كلموني قالوا لي في واحده قريبتي رجلها اتكسرت وجت هنا عندكم في قسم جراحه العظام، قلت بقى ابص عليها بالمره. هو الاسانسير منين؟ شكرا، سلام عليكم. بدور عليه في المستشفى، ده ولد طفل صغير اللي محدش قادر يسيطر عليه. ما تقلقيش يا دكتوره هيظهر حالا. عم احمد شفتش دكتور سليمان؟ لمحته داخل البوفيه. اتفضل يا ستي. راح البوفيه يعمل ايه؟ انا مش فاهمه. اكيد بياخد قهوه في التراث. ما حضرتك عارفه ايه اللي بيحصل بعد كل عمليه؟ ما عشان عارفه اللي بيحصل عايزين نلحقه قبل ما يطير ومحدش يقدر يجيبه. اتفضل. اتق الله يا سليمان، انت لسه ساجد لله ومصلي الفجر. والله انا ما قلتش غير الحقيقه يا عم الشيف. لما رب ابني على الخير والرحمه وحب الناس ابقى بجني عليه؟ ابقى بدمره كمان واحط بنتي في قفص واحد مع تعالب وديابه وعقارب وتعابين واقول لها حبي سامحي مدي ايدك للي يحتاجها بصي على النقطة الحلوة المنورة اللي في قلوب الناس وغمضي عينيكي عن عيوبهم وعن بلاويهم ارفعي روحك عن الوحل بالشعر والموسيقى والضحكة الصافية. أبقى بعمل فيها ايه يا عم الشيخ؟ أبقى بخدمها؟ ده مش كلام حضرتك يا دكتور، حضرتك عمرك ما شفت الناس بالعدسة المخيفة دي. لأني كنت أعمى، كنت أعمى يا فاطمة. الكام يوم اللي عدوا عليا دول كسروا العدسة الوردي اللي كنت حاططها على عينيا طول الوقت وخلوني أشوف الناس بالألوان الطبيعية. وآه من اللي شفته أقولك إيه بس ولا إيه؟ أقولك على البت اللي جابها لنا مجدي علشان تشتغل البواب وتسجله كلمتين؟ الشغلانة الفالصة دي؟ لا يا فنان سامحني انا باص، ماليش انا يا حبيبي في الشغل الطياري ده. انت مالك يا بنت الشغلانه فالص ولا عيار 18؟ مالكيش فيه، انت اللي يخصك يا ماما البرادس. ما هو كل برغوت على قد دمه ولا ايه يا جميل؟ بقول لك ايه يا استاذ مجدي، يعني هتديني كام يعني في الخمس دقايق اللي هقفهم مع التحفه ده؟ الله ما طولك يا روح، اللي هتقولي عليها تاخديه، بس انجزي بقى ولخصي في الحوار عشان مش فاضيين. يعني لو قلت باكو بقى هتاخديه حضرتك، هتاخديه. اتفضلي ادي اهو النص مقدم. اتفضل حبيب قلبي. بقول لك ايه يا عمر، انا بقى عايزه احلل القرش الجامد ده. انا هديك رقمي وما تعوز تسمع. الله شغل الحلمبوحه ابتدى. بقول لك ايه، الراجل دكتور ومحترم. الله، وانا يعني اللي خارجه من رابعه ابتدائي؟ ايه ده، هو حضرتك معاكي شهاده؟ شهاده؟ ده انا معايا احلى شهاده. انا يا حبيبي بكالوريوس تربيه قسم تاريخ، بس الوزاره مش محتاجه تخصصي فشيلوني حصه التربيه الوطنيه. مدرسه اطفال بتربي كتاكيت في الوقت اللي لسه مشاعرهم رقيقه، في الوقت اللي لسه تقدري انك تنقشي في دماغهم، وبتدي لهم ايه بقى؟ تربيه وطنيه. ولا الراجل الشهم العتره اللي أجر لنا البيت اللي في الصحراء والواجب اللي عمله معانا. وبعدين فيك يا استعبير، أنا كنت ناقصك أنت كمان. يا سيدي وأنت مالك؟ يعني إيه وأنت مالك يا شيناز؟ بقولك البنت مش دريانة بالوحش اللي سارح في جسمها وبينهش فيه من غير ما تحس. يا خرابي عليك يا سليمان، كده ما ينفعش يا حبيبي، حرام عليك نفسك. انت كده بتضغط على اعصابك بطريقه هتموتك ناقص عمر. محدش بيموت ناقص عمر. الله ينور عليك. شفت بقى الكلام؟ ايه شفت الكلام دي؟ حد بيشوف الكلام؟ يا سلام على خفه دمك كده وانت فاهم وبتستعبط. اللي انا اقصده بالظبط ان ما حدش بيموت ناقص عمر. يعني الامور اللي زي دي يا حبيبي لازم تتعامل معاها بحكمة شوية وبالراحة وعلى مهلك،
لأنك مهما عملت المستحيل مش هتقدر تغير حاجة في قدر أي بني آدم. والنبي صحيح، يعني أنا أشوف النار بتولع في بني آدم وأقف أنا أتفرج وأتأمل، يا ترى إيه اللي ينفع معاه في الموقف البايخ ده؟ طفاية حريق ولا جرد المية ولا أخلع من قدامه بدل ما أحرجه؟ سليمان ما تسخفش كلامي، أنا أقصد إن رد فعلك كان عنيف جدا. خلاص أنت عرفت الخبر من سهام أو من غيرها. طب يا جماعة حد يشوف طريقة نوصل بيها للبنت الغلبانة دي ونبلغها الخبر بالراحة ونشور عليها تعمل إيه وتروح لمين ونوصي عليها أكبر استشاري أورام في مصر كلها يا سيدي. مش تكهرب المستشفى قوي كده وتبهدل الناس اللي شغالين عندك وتفرجهم عليك وانت منهار بالشكل ده وتجيب عنوانها من حرس الوزير وتجري وراها في الحواري. سليمان انت دكتور كبير قوي ومطالب انك تحافظ على شكلك ومركزك زي ما بتخاف قوي كده على الناس اللي حواليك. زودتها انا شويه. تو ماتش، انت بهدلت الدنيا يا سولي. يور كريزي يا حبيبي. والله ما عارف اقول لك ايه يا شاهين، ساعات بحس ان انا واهم نفسي بمعاني عبيطه مش موجوده غير جوايا انا بس، زي الرسومات اللي كنت برسمها وانا عيل في المدرسه. مدرس الرسم يقعد يتريق عليا في وسط العيال. عبيط يا سليمان، يا ده في شجره بتتكلم يالا. انت مجنون يا ده يا سليمان، في مخلوق في الدنيا نصه التحتاني بني ادم ونصه الفوقاني حمامه. لا 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 يا حبيبي، ما تقورش الحكايه جواك للدرجه دي وتتهم نفسك بحاجات مش لطيفه. انت زي الفوق واحسن من الناس دي كلها. النبي صحيح. والله يعني مفيش اي حاجه تقلق. نذر، الحكاية إنك مختلف شوية كهربا زيادة عندك حبتين. كهربا زيادة؟ يعني مش محتاجين جراحة ولا كيماوي ولا أي حاجة كده؟ خالص خالص، كل الحكاية إنك محتاج تاخد شاور دافي كده جميل وتعمل حمام كريم لشعرك السريالي ده وتتدفى. تحفة، ناعم ولمعانه يجنن. طب ولا يعني شاهي علشان ألمع الشعرتين اللي حلت اقعد افرك في عينيها طول الليل؟ الشامبو ده بيحرق العينين قوي يا شاهي. انت اللي بتصمم تفتح عينيك تحت الميه وما بتصبرش. انا نفسي افهم العادة الغريبة دي مصدرها ايه. بخاف من الضلمة. لا يا حبيبتي ما تخافيش من حاجة ابدا، طول ما انا جنبك مفيش حاجة في الدنيا تقدر تأذيكي. الله، ده المزاج الليله دي عنب. عنب ايه وبطيخ ايه؟ كلام البيئة ده. يبقى بالراحة يا شاه، انت بتدعاكي البلاط. ايه اللي انت لابسه ده يا سليمي؟ خاتم. هل؟ خاتم؟ ده بتقول عليه خاتم؟ ايه العرف ده يا دكتور؟ انا زي ما شفتوش في ايدك قبل كده. لا ما انا لسه لابسه دلوقتي، اصلا انا مرضتش البسه وانا بستحمى، خفت احسن يصدي. خلينا في المهم. وهو كده مش مصدي؟ في راجل في مركزك الاجتماعي وقيمتك العلميه يلبس صفيحه زي دي؟ لا لا هات يا سليمان. ايه يا شاهي يا شاهي سيبيه. الله عجبني يا ستي، بقت فائل بيه، حاسس ان وشه حلو عليا. اصلا انا لبسته من هنا يا شاهي وتاني يوم على طول ربنا هداني للفكره اللي انقذت شهد. المهم انا ما كنتش اعرف ان انت بتصدق في الخرافات دي يا ستي. ولا انا ما حسبتهاش، هي جت كده. سليمان هو انت هتروح بكره الحفله لابس الخاتم ده؟ حفله ايه دي بقى؟
الله، حفلة أمين عزام، أنت نسيت ولا إيه يا صالي؟ أمال إحنا دخنا وراك طول النهار عشان إيه؟ يعني ضروري أوي الحفلة دي يا شاي؟ لا شوف بقى يا صالي، كلكم والحفلة دي كوم تاني، ده أنا جايبالك بدلة سينيه تحفة وكرافات خطيرة هتكسر الدنيا. أنا عايزك بكرة سوبر ستار، الحفلة كلها معمولة على شرفك يا حبيبي. طب ما تكملي بقى الليلة الحلوة دي وتنامي جنبي، ما فيش حاجة يا شاهي، أنا مش غريب يعني. بطل دلع بقى يا سولي، يلا تصبح على خير. شاهي تبقيتيش تحبيني ولا ايه؟ سليمان يا حبيبي، انت عارف ان انا تعبانة قوي وعلى طول ورايا شغل كتير، شغل شغل شغل. يلا يا قلبي، sweet dreams sleep tight. يا نهار اسود، ايه اللي بيجرى ده؟ مش بقول لحضرتك مصيبه، ده انا بقالي ساعه بكلم الدكتور على الموبايل ما بتردش. موبايل ايه بس يا داليا؟ اكيد عامله سايلنت، هي مش قالت انها هتاخد راحه النهارده عشان عندها حفله بالليل. طب ايه، نكلمها على تليفون البيت؟ اه طبعا لازم نكلمها ودلوقتي حالا. الساعة كام دلوقتي؟ وعايزني في ايه الساعة 9 الصبح يا مصطفى؟ خلص يا مصطفى عشان انا مش قادرة افتح عينيا. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه الكلام الحقير ده؟ اسمها ايه الجريدة اللي نشرت الكلام السافل ده؟ ايه؟ سرطان؟ انا عندي سرطان دم؟ عبير بصي، في حاجة الأول مهمة جدا لازم تفهميها. أفهم يا دكتور؟ أفهم انت حضرتك بتقول ايه؟ دكتور حضرتك بتقول كلام مش مظبوط خالص على فكرة يا دكتور. أنا كويسة، أيوة أنا كويسة قدامك وهنا زي القرد يا دكتور. أنا عمري ما حسيت بأي ألم أو أي أعراض مش طبيعية. أنا كويسة، أنا باكل وبشرب وبجري طول النهار وبتنطط في المواصلات. يا دكتورة الكلام ده مش مظبوط. لا الدكتورة دي عبيطة على فكرة، مش فاهمة حاجة. كلمها بس يا عبير. عبير دي عبيطة. عبير بس أنا لو أعرف إنك ضعيفة للدرجة دي أنا ما كنتش جريت وراكي في كل مكان علشان أبلغك بنفسي. بس كنت خليت اي حد هو اللي يبلغك نتيجة التحليل وسبتك تدوري على العلاج بتاعك في اي مكان. لكن اللي انا حسيته انك بنت عنيده ومتحديه وقويه ومستحيل انك تستسلمي لاي مرض مهما كان خطير. لا يا دكتور، ابو سيدك ما تقوليش الكلام ده كلام ما يتقالش لحد غير ساعه الموت. موت ايه يا بنتي يا مجنونه انت؟ موت ايه؟ ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ الموضوع ابسط من كده صدقيني. أبسط بكتير. انت فاكره السرطان ده ايه؟ نهايه محتومه ملهاش حل؟ مش صحيح. احنا دلوقتي بقينا نتعامل معاه بمنتهى الثقه والتمكن، بقى زيه زي اللوز والزايده وقرحه المعده. حاجتين اتنين دلوقتي يا عبير اللي احنا محتاجينهم، حاجتين اتنين علشان نعرف نخرجه من جسمك اسهل من قص الاظافر. الحاجة الأولانية الاكتشاف المبكر، وده الحمد لله هو ده اللي حصل في حالتك. طب والحاجة التانية؟ معنوياتك يا عبير، ثقتك في ربنا، في القوة اللي خلقها جواكي.
يا بنت هبله انت، ده احنا نهد جبال. سرطان ايه وهبل ايه اللي يرعبك قوي للدرجه دي؟ طب ده انا لما قالوا لي على نتيجه التحليل قلت لهم ايه يعني؟ ايه المشكله يعني؟ ده البنت عبير فاروق دي ب 100 راجل، بنت بلد جدعه قويه، مش ممكن هتستسلم ابدا للعجز ولا للهزيمه. هو ده يا عبير العلاج اللي هيخلص، ده اللي هيجيب من الاخر. تقومي تكسفيني قدام نفسي يا بنت يا حماره انت، تتهزي بالشكل ده؟ عارف يا دكتور، انا عشت طول عمري بحلم بشوف اسمي مكتوب في جورنال، النهارده بس اتحقق الحلم ده وشفته بعيني، وعشت سنه كامله احب راجل وابص له من بعيد زي النمله اللي بتبص على قمر، ما كنتش احلم حتى انه يقول لي صباح الخير. النهارده بس قال لي حبيبتي. هي الدنيا ليه كده؟ ليه يا دكتور؟ ايه؟ بتقولي ايه يا داليا؟ هي مين دي اللي حجز لها جناح في المستشفى؟ الله، وكمان التشيك اب؟ حلوت قوي يا سليمان. كنسلي الحجز ده فورا يا داليا، والبنت دي تترمي بره المستشفى. خايفه حضرتك لحسن. خرج يا دكتورة، خرج وشكله كده خارج بره. كويس قوي، أول ما تلاقيه واخد العربية وماشي تطلعي تنفذي اللي قلتلك عليه فورا. مالكيش دعوة بحد يا غبية، أنت دكتور إيه وبتاع إيه؟ خلاص يا داليا، إديني مصطفى وأنا هفهمه يتصرف إزاي. راندا، أؤمر يا دكتور. سجلي عندك حالة عبير تحت إشراف الدكتور يسري أبو حاطب. بس حضرتك دكتور يسري مش متعاقد معانا. اعتبريه متعاقد معانا من دلوقتي، بلغ الماليات علشان يعملوا له فايل وانا رايح دلوقتي قبل واتفق معاه. حاضر يا دكتور. تروح فين يا بني ادم انت؟ ده وقت مستشفى؟ خليك زي ما انت في طريقك للفيلا، عندنا حفله بالليل ولسه ما حدش جاهز. ماليش دعوه ازاي؟ ما حضرتك لازم تقولي هتعمل ايه عشان اعمل حسابي انا كمان. تعملي حسابك في ايه يا راندا؟ انا المدير الاداري للمستشفى كلها ورئيسك المباشر والمسؤول الوحيد عن القرار ده. يا استاذ مصطفى فهمني، الدكتور سليمان كلفني انا بحجز الغرفه، ولو رجع ما لقاش البنت على سريرها هيرميني وراها، ده اذا رف بيا وما عملليش محضر اهمال وجرجرني على النيابه. انت ما تعرفش اهتمامه بالحاله دي عامل ازاي. انا فعلا مهتم بيها يا يوسف، وعشان كده ما اقدرش احطها تحت ايد دكتور ما اعرفوش ولا ضامن طريقه شغله. هي دي زميله شهد في الجامعه؟ لا يا ريت. زمايل شهد ما عندهمش مشكله في الدم، عندهم مشكله في التربيه وفي الاخلاق. انت مش هتبطل ابدا طريقتك دي، عمرك ما هتتغير يا سليمان. يا يسري والنبي معلش خلينا بس في اللي احنا فيه. ها موافق ولا هتعمل لي فيها استاذ دكتور بقى ومشغول وقتك ضيق يا صديق الخنيق؟ ها دكتور على مين بس يا سليمان؟ هو في حد في البلاد دي يقدر يقول لا لسليمان العريني؟ انا بس اللي مش قادر افهمه، انت ليه مصر انك تخليها عندك وتشحططني وراها وتجريني وراها في كل حته؟ ما تسيبني انا اشوف المكان المناسب لحالتها ولظروفي انا كمان. ما ينفعش يا يسري يا حبيبي، انت مش لسه باصص دلوقتي على التقرير وقلت لي ان في احتمال يبقى فيها زرع نخاع؟ اه طبعا بنسبه كبيره. طيب يا سيدي، عندي في المستشفى احسن وهيبقى في كل التجهيزات اللي انت تحتاجها. ياو يعني الامور وصلت لكده؟ يعني انت عاوز تفهمني ان انا رحت اكتب دونر هتقدر توفره؟ اي حاجه هتحتاجها يا يسري هتجيلك من قبل ما تخلص كلامك. ها طب رد رد يا سيدي على التليفون وبطل طريقتك المستفزه دي. خرب بيت التليفونات، انا مش شايف، احنا مش كنا عايشين من غير البتاع المنيب ده. اه لا تصدق كان لازم ارد على ده فعلا. ايوه يا راندا. معلش كنت مشغول شويه، ايه الاخبار؟ ايه؟ مين اللي خرجها؟ مين اللي خرجها من غير اذني؟ ده انتوا ليله ابوكم سودا. يا مساء الورد والفل
والياسمين والزهور اللي في الدنيا كلها. ياه انت لسه فاكر؟ ازيك يا طن؟ ازيك يا اكرم؟ الف مليون سلامه على استاذتنا العظيمه المتالقه. الله يسلمك يا اكرم، ميرسي على ذوقك. ميرسي على ايه يا طنط؟ ايه يا عم الكلام الجامد قوي ده؟ ينفع كده؟ ضرب نار واكشن وظروف غامضه. شفت بقى الحركات؟ جامده جدا بصراحه، انا بيني وبينك ما كنتش مصدق الا لما كلمت بنفسي. ازيك يا اكرم؟ اوبا فيلسوف العصر الحديث، ازيك يا استاذنا؟ اهلا يا حبيبي، ازيك؟ وحشت جدا، وحشت جدا والله. بص بقى، مش هتفلت مني النهارده، لازم نتفق على عمود اسبوعي في الصفحه الرابعه. بعينك، انت مش رميت نفسك في حضن جلال السنوسي يا ولد؟ خليه ينفعك بقى. لا 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 لا، جلال السنوسي اختلف خالص عن زمان، حضرتك هتاكد بنفسك لما تقعد معاه. بص بقى حضرتك هتكتب، يعني هتكتب، ووسطتي قاعده قدامك اهي، شهيده الاعلام الجريء. ده انا اول واحده تعترض على الاتفاق ده. الله 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 الله، ليه كده بس يا قمر؟ ينفع كده؟ ده انا مولع الدنيا كلها علشانك. وهو ده سبب اعتراضي. جاي تطمن عليا في اخر السهره اهو، بعد ما خلصت شغل وكتابه وعناوين سخنه، وطمنت ان غنيمه بكره كلها في جيبك. يرضيك كده يا طنط؟ طب لعلمك بقى، اول تليفون جالك بعد ما دخلت المستشفى بربع ساعه كان من العبد لله. وبعدين انا معذور برضو يا جماعه. يا ملك انت نجوميتك مشيعه قوي يا حبيبتي. انت عارفه اللي حصل لك ده عامل زي ايه؟ عامل زي طبق طاير كده نازل من الفضاء، وكل الناس بتحاول تلقط له اوضح صوره. وطبعا انت اقرب واحد للطبق، ومستحيل تفوت فرصه زي دي. والله حرام عليك يا اكرم، انا عارفه ان اسلوبك ساخن جدا وهيولع عليا الدنيا اكتر ما هي. دي حاجه تزعل برضو يا ناس. طب لعلمك بقى، رب ضاره النافعه، انت ما تعرفيش اللي حصل لك ده رفع سهمك قد ايه يا ملك. سهم ايه بس يا اكرم؟ الله يلعن الشهره واللي بيجي من وراها، ما خدناش منها غير حقد وغيره وعين حسوده كانت هتضيع البنت من ايدي. والله عندك حق يا طنط، انا شخصيا عندي مثل فظيع لحكايه الحسد دي. بنت جديده معايا في الجورنان يا ملك عملت موضوع حلو قوي. تصوري بعد الفرقعه اللي عملتها بيومين بس اكتشفت انها عندها لوكيميا. يا الله. لا والصدفه العجيبه بقى انها محجوزه معاكي هنا في نفس المستشفى. هنا في الوفاء؟ هنا في الوفاء. مش معقول. مش معقول ليه يا عبير؟ وما هلاقي مستشفى ارقى واحسن من دي في البلد عشان يجيبوا فيها ملك يونس؟ يا سبحان الله، حاسه زي ما تكون الدنيا بتطلع لي لسانها يا استاذ جلال. بتطلع لك لسانها ازاي يعني؟ مش فاهم. اصل الست دي من اول ما ظهرت في اول برنامج ليها وانا شايفاها مثلي الاعلى، حضورها، جرأتها، تأثيرها في الناس، كل حاجة فيها كانت بتديني طاقة فظيعة للشغل وطلب النجاح. النهاردة أنا وهي في نفس المكان، حاسة زي ما يكون القدر بيقول لي المرة بقى يا شاطرة وانت سايبة الدنيا وادعي معها آخر أحلامك. لا حول ولا قوة إلا بالله، قولي لها حاجة يا ماما تعبير. يا بنتي كفاية بقى، حرام عليكي. انت مش عايزة بقى ترحميني وترحمي نفسك يا عبير من نبرة اليأس دي؟ هي مين دي يا طنط اللي ترحم نفسها؟ ملك يونس؟ حضرتك كده بتتكلمي عن علامة من علامات الساعة. استنى بس يا أكرم، أنت مش قلت إن جلال السنوسي عارف ظروفها كويس جدا، وبيقول مستحيل إن في حد في عيلتها كلها يقدر على تكاليف يوم واحد في مستشفى زي دي؟ آه، وحلفي على كده كمان. أمال إزاي دخلت تحت إشراف يسري أبو حطب؟ وأنا مش عارفة يسري يا أكرم، ده جزار. ده مرة صبري الجلاد شافه في نادي الجزيرة وطلب رأيه في حالة بالبق كده، قال له أنا كلامي بفلوس يا أستاذ صبري، خلي المريض يعدي عليا في العيادة. عسولة يا ملك. بتكلم بجد يا أكرم؟ والله والله ما أعرف يا ملك، جايز رجل أعمال ثابت عليه قرر يعالج على حسابه. هنهزر بقى، ده احنا بنشحت منهم المساعدة الإنسانية في الفضائيات، ويا سلام يا سلام لما يطلع من واحد فيهم 10,000 جنيه. يبقى إيه بقى يعني؟ حالة تصعب على الشيطان نفسه. هو في حد النهارده بيقدم المساعدة الخرافية دي؟ عندك حق. في، بس مش هقدر اقول على اسمه. ليه بس عبير؟ راجل محترم زي ده لازم نعرف اسمه عشان نذكره على كرمه ونبل اخلاقه. انا كمان نفسي في كده يا استاذ جلال، بس غصب عني وعده وقطعه عليا وما اقدرش احلي نفسي منه، خصوصا انه كان مصمم تصميم رهيب. ياه للدرجة دي؟ وأكتر يا أكرم، أنا مش قادرة أقول لك إيه اللي بيحصل جوايا من ساعة ما سمعت دكتور جورج وهو بيوصف اللي عمله معايا الراجل ده.
هتجنن هتجنن يا أكرم. إيه ده؟ وإزاي وإمتى؟ هي فعلا حاجة في منتهى الغرابة مش كده؟ وفكرة إنه هو اللي يكون ضرب الرصاصة غصب عنه وجري عليا عشان يصلح غلطه ونكر نفسه عشان المسؤولية الجنائية والكلام اللي قاله وكيل النيابة ده، هو ممكن يكون تصور منطقي، بس عارف عامل كده زي ما تكون قاعد تبص للقمر وسارح في رقته وجماله ونوره اللي مفروض على الدنيا كلها، فجأة يطلع لك عالم جيولوجيا سخيف جدا وبيتكلم من طرف مناخيره وبيقول لك هو انت هبل يا ابني، ده حتة حجرة متعلقة في الهوا ومعليهاش غير تراب وجبال وكتل صخرية. أيوة، ويطلعك بقى من الجو الرومانسي اللي كنت عايشة فيه. بالظبط كده. بس لعلمك بقى الاحتمال ده مش منطقي ولا حاجة، مفيش صدفة تجمع تركيبة زي دي. ما يبقاش اللي ضرب الطلقة هو نفسه دكتور شاطر ومتمكن بالطريقة اللي شرحها جورج أنطوان دي. اه والله يا أكرم يخرب عقلك، برافو عليك والله بجد. هي الصدفة الغريبة دي اللي ملهاش أي معنى. ملك، انت اللي مش عايزه اي حاجه تفسد عليك المعنى الجميل اللي وصل لك من التجربه دي. بس اه يا عم، انا فعلا مش عايزه افوق من الحلم ده، كل ما اسرح فيه شويه بحس انه بيهون عليا مراره الكوابيس اللي احنا بنشوفها كل يوم حوالينا. يمكن عشان كده انا اتعلقت شويه بحكايه عبير دي. تاني عبير؟ ما عرفش يا أكرم، مش عارفة، حاسة إن في صلة ربط غريبة قوي بيني وبين عبير، أو بين اللي جرالي واللي جرالها. الفرق الوحيد اللي بيني وبينها إنها هي تعرف مين اللي ساعدها، لكن أنا معرفوش. لا، قولي إن أنت عايزة تأكدي المعنى اللي جواكي من خلال حكاية عبير وتعوضي الجزء اللي ناقص في الحلم بتاعك. يعني ايه؟ يعني انت عايزه تثبتي لنفسك ان فكره الخير الكامل المجرد من اي غرض شخصي ممكن يكون موجود في قلوب ناس كتير، مش بس عند الفارس المجهول يطلع لك في الساحل. وبكده تكوني اتخلصتي من شبح الوهم اللي نسجته فكرته كل النيابه. الفارس المجهول؟ يا سلام، سمع الفلسفة يا أستاذة؟ يا مالك ارحمي أهلي بقى، وقنعولنا يكتب مقال واحد في الأسبوع. أوكي، أنا حقنعه. والله؟ In one condition. أنا موافق على أي شروط. تعرف اللي ساعد عبير دي وعالجها على حسابه، فعل خير بجد؟ ولا الحكاية ليها خلفيات مقرفة ومريبة وسكك رخيصة من اللي أنت عارفها؟ لا 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 لا، إيه اللي عبير فاروق؟ ده بعيدة خالص عن السكة دي. وعموما الشرط بتاعك سهل جدا، أنا أوريدي هخرج من عندك وأروح لها لأن عندها جلال السنوسي دلوقتي. وما اعتقدش انها هتخبي عليا، وخصوصا بقى ان انا محضر لها مفاجاه جامده جدا. اكرم؟ ايوه اكرم. مالك اتخضيت كده ليه؟ اكرم جاي هنا دلوقتي؟ ايوه، هيخرب اوضه ملك يونس يجي على هنا. ملك؟ اكرم عند ملك يونس؟ الله الله الله، في عبير الناس الاول بعد لها كل شغلها وفي بينهم وبعض معرفه قويه جدا. طب وايه بقى المفاجاه اللي عاملها لي دي؟ لا يا حبيبتي، لحد هنا ده خط احمر مش هقدر اتكلم. ليه؟ من غير ليه؟ هي حاجه غريبه قوي كده للدرجه دي؟ غريبة جدا طبعا. ايه الداعي انك تنسب لها الشغل اللي عملته على حادثة ملك وتكتب اسمها جنب اسمك؟ يعني انا حسيت انها ممكن تكون دفعة معنوية في الظروف اللي هي فيها دلوقتي. بالعكس يا اكرم، انت كده بتزود الوجع جواها وبتحسسها بالازمة اكتر من الطبيعي. ازاي بقى؟ زي الناس لما حد فينا يبالغ شوية في اهتمامه بانسان عاجز او اعمى او مشلول ويديله حاجة اوفر هو اصلا مش محتاجها، يبقى بيجرحه يا اكرم، مش بيرفع من معنوياته. انا ما حسبتهاش كده خالص. ما هي ما تتحسبش غير كده يا فالح. انت ما تعرفش قد ايه احساس الشفقه ده مؤلم ومهين لاي حد. طب اعمل ايه بقى دلوقتي؟ ده الشغل اللي خرج من الطابع خلاص ونزل على التوزيع. اسمع يا اكرم، انا عندي فكره ممتازه، هتضرب تلات عصافير بحجر واحد، هتتفادى الشعور السخيف ده جواها وهتديها الدفعه المعنويه اللي انت كنت عايزها، وفي نفس الوقت هتخلي اسمها مش على زي النار. ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور علي؟ لا طبعا تفرق. اولا البنت حالتها متاخره، واللي اكتشفنا اللي عندها ده من كام يوم بس، وبعدين كمان العينات اللي انت بعتها المعمل دي مش كفايه، انا محتاج الاشعه اللي انا قلت عليها دي في اسرع وقت. اسمع يا دكتور علي، انا مش مستعد ابدا اتحمل نتيجه التسيب والتهريج اللي انتوا فيه ده، وبعدين انا فهمتك ان البنت دي حالتها تهمني جدا وانها من طرف الدكتور سليمان.
انا مش هسمح باي اهمال معاها. انا مش فاهم هي ايه اللي وراها يعني عشان تاجل اشعه لبكره الصبح. مفيش والله مفيش، انا كويسه كويسه قوي، انا قلبي زي الحديد. لا يا شيخ تكلمي جد؟ لا طبعا انا كدابه، انا خايفه ومرعوبه وقلبي وقع في طراطيف رجلي. حلو حلو قوي، اهو انا كده مطمن عليكي، هو ده اللي انا عايزه بالظبط. اه ومحسن ممتاز بقى، وما دام خفت يبقى هتنجح يا رأفت والجو ده. هو انت كده رجعتي عبير فاروق البنت الشقيه بتاعت زمان اللي وحشتنا جدا. انت اللي رجعتني، اللي عملته معايا ده رد لي روحي من جديد، خلاني امسك فيها بايديا واسناني. استاذ اكرم بجد انا هادي. استاذ اكرم يا سمر، ها انت عمرك قلتي زميلك في الجامعه يا استاذ؟ لا انا حضرتك دبلوم ما دخلتش جامعه. لا مش ممكن، ده خفه الدم وراسه مقصله فيكو. اكرم بجد انا حزينه، وانا برفض لك اول طلب تطلبه مني، بس الراجل اللي ساعدني المساعده الوهميه دي غالي عليا قوي، وحلفت على نفسي بالموت لو قلت هو مين. انا السبب، انا اللي عملت فيها كده بغبائي وعصبيتي، مش قادره مش قادره اتلم على اعصابي من ساعتها يا ماما. البنت دي لو ضاعت او جرى لها اي حاجه عشان ذنبها في رقبتي العمر كله. العيله تروح المعمل حالا، عايز معدل السيوله والوايت بيسيس. حاضر يا دكتور. هتعمل سي تي يا وسام؟ اكيد، عشان اطمئن، ولاني متاكد ان شاء الله مفيش اي حاجه، وده هيكون ضروري جدا عشان ارتفاع الضغط. اديها فيتامين كي فورا على محلول. حاضر يا دكتور. قول لي بقى يا سيدي، انت ايه حكايه الاختفاء الغامض اللي انت فيه ده؟ احنا في ايه ولا في ايه يا رايق انت؟ مالك بس مهزوز كده ليه؟ انا مش قادر افهم، هو انت جراح ولا مطرب عاطفي؟ قول لي بقى، ما انت شايف البنت اهي قدامك زي الفل. ايوه بس انا عايز افهم ايه اللي وصلنا للنزيف المفاجئ ده؟ ما تقلقش يا سليمان، ده عرض طبيعي واحنا كنا متوقعين انه يحصل. بقول لك ايه، اهدى كده، تعال نروح عندي المكتب نشرب فنجان قهوه عشان اوري لك الفحوصات الاخيره وصلتنا لايه. اتفضل. اتفضل يا سيدي، اهو ما فاتش 10 دقايق ورجعت تنكس تاني زي القطه. اللي حصل؟ انا فين؟ انت يا ستي في الرعايه بتشمي هوا نظيف عشان تبطلي شقاوه وعفرطه. الحمد لله على السلامة يا قمر. دكتور سليمان، تعرف يا بنت يا بيرو، لو كنا بس اتقابلنا من 30 سنة. كويس قوي إن حضرتك جيت. لا لا لا، عبير عشان خاطري، ما ينفعش خالص أي مجهود. حاضر، مش هعمل أي مجهود، بس في حاجة مهمة قوي عايزة أكلم حضرتك فيها. استأذنك معلش 5 دقايق واجيلك على طول. خير يا دكتور؟ طمني والنبي يا دكتور، الله يخليك. اطمني يا حاجة مفيش حاجة، أزمة بسيطة وعدت. الحمد لله، ألف شكر وألف يعني فايت؟ فايت يا كتكوت، بعد إذنك. اتفضل يا دكتور. سوري يا عمو، أنا هقفل وأكلمك تاني. ها يا دكتور طمني، إيه الأخبار؟ نقول يا ستي من تاني، فائت وبقت زي الفل، وهي قاعده بتغلي جوه مع الدكتور سليمان. سليمان؟ وكلها ساعة وهترجع اوضتها تاني، بس يا ريت بقى تسيبوها ترتاح شوية بعد إذنك. هو دكتور سليمان دخلها إمتى يا سمر؟ شوية. يعني مالك كانت موجودة لما حصل لك النزيف؟ هي آخر حاجة أنا فاكراها. بس أنا ما شفتش على باب الرعاية غير مامتك وسمر. مش ممكن تكون مشيت من غير ما تطمن عليا. طيب ثواني يا عبير، ثواني وراجع لك على طول. يا دكتور
يا دكتور استنى، انا لسه ما قلتش لحضرتك على الكلام اللي قلته لي. مش ممكن، انا ما شفتش كده. عمال ينطني في كل حته ويطلع لي من تحت الارض زي الشيطان. يا وليه يا وليه، ما تبقاش طولت اللسان، احنا في مكان معتبر. يا وليه، هو انا يعني الراجل ده عملت له حاجه ولا كنت احتجيت بيه؟ ما هو اللي بلطج عليا وشافتيه اللي بيعمل بلطجه وبيكلمني في الواجب وفي الاصول. اياكش يكون يا ستي بمحافظ الايوبيه، هعمل له ايه يعني؟ اسمعي انا هقول لك. اسمع عبير عامله ايه؟ البنت عامله ايه؟ لا محدش جه. انا اسفه سوري. اهلا وسهلا، اتفضلي. انا بابا عبير والدها يعني. اهلا وسهلا. بعد اذنك ممكن اخد حاجتي؟ اتفضلي، ده احنا نزودها. بقول لك بس طب نعمل حاجة يعني شاي بالخمسين. متشكرة قوي، ميرسي ميرسي. ممكن أخرج لو سمحت؟ أخرج لو سمحت؟ لا لا نعم؟ لا 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 أرجوك ما تنرفزيش لو سمحت. ثانية واحدة. إيه يا أسطى فاروق، أنت سحابة الدخان اللي عاملها دي إيه؟ أنت قاعد في غرزة أم عاطف؟ طب ما أنا يا عم. أنت إيه، مش تروح تشوف بنتك؟ عمالة تسأل عليك من ساعة ما فات. طب ما لازم أنا أشوفها. طيب يا أخويا يلا خف نفسك، أنت هتخرج بالسيجارة اطفيها وتفضل روح شوف بنتك يلا. أهو متشكرين، مع السلامة. يلا يلا يلا. ايه اللي عملته ده دلوقتي يا دكتور؟ ايه اللي بعمله؟ بتتصرف زي ما تكون طالب في سكشن كليه وجاي توزع على الناس اللي حواليك عشان تنفرد بواحده زميلتك. الراجل ده هيقول عليا ايه دلوقتي؟ راجل مين ده؟ على ما هيوصل لغايه الاسانسير هيبقى نفسي. انا ماليش دعوه باللي انت بتقوله. لا بقول لك ايه حضرتك بقى، لو سمحت يعني اسمعيني. انت ست مثقفه، ست اعلاميه، وبتنادي بحريه الراي والعداله والديمقراطيه. اللي انا افهمه اللي يقول الكلام ده للناس يطبقه على نفسه الاول، يا اما يبقى منافق. وحضرتك عايز مني ايه دلوقتي؟ عايز استخدم حقي في الرد على الاتهامات اللي انت وجهتها لي في الجورنال بتاعك من كام شهر. هو ده مكان يناسب مناقشه زي دي؟ والله هو ده بقى اللي اسمه مبدا تكافؤ الفرص. انت لما هاجمتيني اخر مره كان فين؟ مش في مكان شغلك؟ مش في ملعبك؟ وسمعتيني ما في الخمر وما اديتنيش الفرصة ان انا ارد عليكي بنص كلمة، صح؟ لا. طيب دلوقتي بقى انا اخترت نفس الشيء، مكان شغلي هو ملعبي، ومن حقي بقى دلوقتي ان انا ارد عليكي وادافع عن نفسي واقول كل اللي جوايا. حقي ولا بتجن عليكي؟ حقك طبعا، بس انا عايزاك تسترد حقك الطبيعي من غير ما تظلم نفسك. يعني أنا هاجمت شغل حضرتك وانحرافاتك المهنية على صفحات الجرايد، يبقى لازم تسترد حقك بنفس الوسيلة، مش في مكتب ولا في أوضة في مستشفى. مصلحة الناس هي بؤرة الخلاف اللي بيني وبينك يا دكتور، يبقى لازم الناس تشترك في مناقشة زي دي. وإذا كنت أنا مستغني عن رأي الناس دلوقتي؟ طبعا يا دكتور، مش غريب عليك. وهو اللي بيدوس على أرواح الناس هيشغل باله برأيهم؟ بيدوس على أرواح الناس؟ أنا بدوس على أرواح الناس؟ أنت إيه؟ أنت يا ست أنت إيه؟ أنت برنامج إلكتروني متصمم على فكرة واحدة، مستحيل إنه يقبل أي فكرة غيرها؟ الردود اللي عندك جاهزة على اتجاه واحد؟ ما تقدريش تغيري دماغك أبداً؟ يا بنتي اللي أنا أقصده إن اللي يهمني دلوقتي هو رأيك أنت، مش رأي الناس يا ملك. رأيي يا دكتور، انا مفيش بيني وبين حضرتك اي علاقه من اي نوع، لا ود ولا خصوم. لا في،
فين انا شفت؟ شفتني؟ شفتك في التلفزيون في الحلقة اللي كنت عاملها مع عبير وصدقتك. صدقتك قوي يا ملك. أول مرة في حياتي أشوف حد بيكلم الناس على الهوى بكل البراءة والصدق ده من غير ما يمثل عليهم، من غير ما يستدر عطفهم، من غير ما يكون له غرض. صدقتك لدرجة إن أنا قلت لنفسي ساعتها قد إيه أنا كنت مخدوع قبل كده. أما كنت فاكر إن كل بتوع الجرايد والإذاعة والتلفزيون دول بايعين كلام وسماسرة فضايح وتجار فكر فاسد. ساعة واحدة بس شفتك فيها زلزلتني، قلبت كياني. كتير عليا بعدها ان انا ادور عليكي علشان اديلك وردة بسيطة اقولك متشكر، اعترف بجميلك عليا اقولك الحمد لله على السلامة. طب انت ايه حكايتك دلوقتي؟ انا مش قادرة اترجم الكلام العجيب ده ولا احط له اي عنوان من اي نوع. هو انت الاحساس عندك لازم يكون له عنوان؟ احساس؟ لا انا اقصد يعني ال وانا هستنى لما تقصد. لا يا دكتور ستوب، لحد كده الكلام هياخد منحنى مش ظريف ابدا. حافظ على الجزء الصغير اللي باقي من احترامي لحضرتك. اوعى تفتكر ان انا عيله غلبانه زي عبير فاروق هتستدرجها بكلمتين نعمين من بتوعك علشان تعفى غرامك وتتعمي عن جرايمك. جرايمي؟ ايوه جرايمك. ويكون في علمك اللي حصل لعبير من تحت ايدك والمرض الفظيع اللي اتنقل لها في المستشفى بتاعتك انا عمري ما هسكت عليه. انت بتقولي ايه؟ بقول اني مستحيل انخدع لحظه واحده بان وحش زيك ممكن يشيل في صدره قلب بني ادم عشان يحس ويتاثر بيا وباللي جرالي. وعايزه اقول لحضرتك كلمه اخيره. بدل ما كنت تتاثر قوي بالاسلوب الساحر اللي انا اتكلمت بيه في البرنامج كان لازم تفكر مليون مره في الراجل اللي انا اتكلمت عليه وشرحت حكايتي معاه. يمكن تتعلم منه اي حاجه. تعرف مين بيدي الناس من غير تمن ومين بيسرق حياتهم وبيقضي عليهم. جمبري مش طبيعي بجد، مش طبيعي. الواد حسني عمره ما عمله بالطعامه دي. تقريبا تقديرا منه لليلة الجميلة دي. عاوزك تدوقي بس مش بحب المجاملات. وإيه رأيك بصراحة؟ إيه يا قمر؟ الأكل عامل دماغ عالية قوي طبعا، صح؟ طيب بذمتك يا شيخة الأكلة دي مش أشيك وأروش 100 مرة من الأكل الناشف اللي كان عمك شوقي عايزني أجيبه لك؟ يلا مع نفسك أنت بقى. كملي اكل لغايه انا ما اعمل لي كوبايه شاي وجاي لك تاني يا سوزي. يا سوزي ايوه كيمو. طيب سوزي بعد اذنك بقى تفتحي انت الباب لكيمو ولا اقول لك بلاش؟ انت لسه ما غسلتيش ايدك. حاضر يا سي كيمو. ملك انت جيتي هنا ازاي؟ الخاتم ده بتاعك؟ ايه
يعني انت حرام عليك، والله العظيم حرام عليك. ليه كده؟ ليه عملت فيا كده؟ انت اللي دخلت عليا الشاليه وطلعت الرصاصه من جسمي، انت اللي انقذتني من الموت يا دكتور. طب ليه ما قلتش كده من اول مره شفتك فيها؟ هو انت تديني فرصه انطق بكلمة؟ اضربني، لجمني، اصرخ في وشي وعلي صوتك على صوتي، لكن ما تسيبنيش، ما تسيبنيش اجرح الانسان الوحيد اللي دواني وهين وادوس على كرامته. كلمة واحدة بس يا دكتور، كلمة واحدة تقولها في نص دقيقة وترحمني بيها من الورطة الفظيعة دي. ما قدرتش. ليه ما قدرتش؟ مستهون بحجم اللي عملته معايا؟ مش شايف انه حاجة عادية وما بتستاهلش الكلام؟ انت مش عارف انا دورت عليك قد ايه؟ عملت ايه عشان الاقيك؟ ما تقوليش انك مش عارف، لانك شفتني في حلقه عبير وجيت لحد عندي في القناه وجبت لي بوكيه ورد وكارت تهنئه من غير مبرر ولا سابق معرفه، وجيت لحد عندي برضو في مستشفى الوفاء وبرضو ما اتكلمتش. اتكلم اقول ايه؟ ابتسم لك ابتسامه صفرة مليانه سخريه واستخفاف واقول لك مش عيب برضو يا استاذه؟ مش عيب انك تشتمي الفارس المجهول اللي انقذ حياتك وتتهميه بالفجر والفساد؟ ايه؟ اشتري يعني ودك واحترامك ليا بالعافيه بلاوي الدراع؟ استغل اللي عملته معاكي علشان امن عليكي وعايرك بيه؟ لا 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 لا، انا عمري ما كنت احسها كده ابدا. يا سلام، انت ترجمتي اول زياره عملتها لك باسوأ المعاني، مكر ودحلبه وخبص اجرامي واستغلال الفرص والمناسبات. في 5 دقايق عملتي مني شيطان بس لابس هدوم بني ادم. كنت عايزاني اقول ايه؟ ايه معنى اي كلام يتقال في العصيه دي؟ قوليلي. يعني انت كنت جاي تقولي الحقيقة فعلا؟ كنت عايز اريحك وابرد قلبك من الحيرة اللي جواه، كنت عايز ارد لك حقك اللي طلبتيه مني وشهدت عليه الناس كلها. وحقك انت عليا هين عليك تضحي بيه للدرجات دي؟ حق ايه؟ هو انا اتبرعت لك بكلية؟ اي انسان طبيعي في موقفي كان هيعمل كده وزيادة كمان. دلوقتي انت لو شفت واحد رجله مكسورة في الشارع هتعمل ايه؟ هتسيبيه ولا هتسنديه على كتفك لأقرب مستشفى؟ انا بصراحة مش شايف اي بطولة في اللي عملته. انا لا 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 لا، انا حاسة ان دماغي هتنفجر. على فكرة انت مش طبيعي. وبعدين بقى في الست المجنونة دي؟ انا برضو اللي مجنونة؟ تصدق فعلا أنا اللي عملت عملية جراحية في منتهى الخطورة على ترابيزة سفرة، وأنا اللي طلعت الرصاصة من جسم واحدة ست ملقط حريمي وطلبت لها الإسعاف وروحت البيت ونمت ونسيت الفيلم ده كله، وبعدين افتكرته بعد 5 أيام لما شفتها في التلفزيون وصعبت عليا وقلت يا عيني دي بتدور عليا، أروح بقى أجيب لها بوكيه ورد وأحكي لها على اللي حصل. ماشي ماشي، أنا معاكي إنها مفارقة غريبة بس دي بس اللي غريبة؟ ده انت كلك عجب وغرابه ومليون علامه استفهام. ايه ده؟ يعني ايه الشقه دي؟ يعني ايه جراح كبير زيك يسيب فيلته الشيك ويجي يقعد في شقه شعبي في بيت قديم في حاره من حواري السيده بيركن عربيته فيها بطلوع الروح؟
يعني ايه لما سليمان العريني لما يختفي فجأة محدش يعرف يجيبه غير بنت شغالة في بوفيه المستشفى، وعلشان توصله بسرعة بتتصل بصبي القهوة اللي بيقعد فيها وبيلعب طاولة. ايه الغاز دي كلها؟ ومين دي؟ دي سوزي. يا سلام، ومش حرام عليك تعذب سوزي كمان؟ دي معاك تجيبها من الفيلا وتفرد عليها العيشة اللي انت عايشها دي؟ لا لو سمحتي، انا ما جبتهاش من الفيلا، انا لسه مشتريها من شوية من سباك في المنيرة. بس سباك كده؟ سباك؟ دكتور سليمان، ممكن اشوف كارنيه النقابة بتاعك؟ انت بتضحك على ايه؟ انا بتكلم بجد. لا هو فيش اي حاجة طبعا، ده حقك وكل حاجة، بس انا اصلي دلوقتي افتكرت كلمتين كانوا مكتوبين على ظهر التوك توك في امبابة، بس عجبوني قوي. اه والله؟ والتوك توك بتاعك بيقول ايه بقى؟ ضحكني معاك. رفع حاجبها ولا حدش عاجبها. شفت لذيذة ازاي؟ انا تعبت قوي، عمري ما حد في حياتي ضغط عليا واجهدني وحيرني زيك كده. انا نفسي اعرف انت مين. مش عارف بجد، مش عارف. سؤال صعب قوي، يمكن علشان عمري ما فكرت اساله لنفسي، ويمكن علشان عينيكي بتربكني. عينيكي فيها لمعة غريبة قوي يا ملك، عاملة زي نور الشمس، مقدرش ابصله كتير، مقدرش استغنى عنه. انا اقصد انك تكلمني عن نفسك. اكلمك ازاي عن نفسي وانا تايه فيكي انت؟ اجيب منين جرأة عشان اشرح لك حياتي وشخصيتي وافك لك الالغاز اللي محيراكي فيا، وانا بحسس على كل كلمه انطقها قدامك. اي طريق بيوصلني ليكي بمشي على طراطيف صوابعي، مقدرش اخاطر بالمجازفه دي لاني حريص قوي قوي على الخيط الضعيف اللي ربطني بيكي. مقدرش يا ملك، مقدرش. ثانية، احنا ازاي قاعدين لوحدنا في الشقه لحد دلوقتي؟ مش ممكن، ده احنا كده داخلين على الفجر. مش بعيد انه السكان الحته واقفين تحت البيت وماسكين المشاعل وبيقولوا البتاعه دي اللي اسمها جواز عتريس من فؤاده. لا 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 مش دي، انت قصدك الغازيه لازم تنزل. اه ايوه بالظبط، الغازيه لازم تنزل. مش ممكن، مين اللي قفل الباب كده؟ على فكرة حضرتك كان لازم تراعي حساسية موقفي، انت مش قاعد مع واحد صاحبك. طب والله العظيم تلاتة، انت ست مجنون. انا مش انت اللي قافلة الباب ده اول ما دخلتي بايدك؟ ثم احنا مش لوحدنا، احنا معانا سوزي. فعلا انا اللي قفلته. طب يلا اقلع هدومك. نعم. سوري يعني غير هدومك. ايوه فاهم فاهم. ليه بقى؟ عشان الست نوجة والأخ كيمو عارفين إن أنا جاية أخد حضرتك لإنقاذ حالة خطيرة بين الحياة والموت. أنزل دلوقتي لوحدي أقول لهم إيه؟ دكتور سليمان عالج الحالة بالتليفون؟ Thank you.
اهلا اهلا، نورتينا دكتوره. ده نور معاليك يا باشا. ما شاء الله، هي دي الواجهه السياسيه اللي تشرفنا وترفع راسنا. ده كتير عليا قوي يا فندم. اتفضلوا اقعدوا. يا ست الكل، قلقانه من ايه؟ ابدا يا فندم، مين اللي ممكن يقلق وهو مدعوم بنفس معاليك؟ الحكايه كلها زي ما سعادتك عارف، انا نشاطي كله محصور في العمل الطبي وشويه استثمارات على قد كده، وما اديتش لنفسي اي استعداد لتجربه خطيره زي دي. ومن وجهه نظرك ايه طبيعه الاستعداد اللي مطلوبه من اي رجل اعمال عشان يلعب سياسه ويترشح في البرلمان؟ يعني يبقى عنده خبره معقوله في العمل العام، الدعاية، عنده رصيد مع الناس في العلاقات الشخصية والخدمات والمجاملات. وجهة نظرك دي قديمة قوي يا دكتورة. أنا قلت لسعادتك إن أنا أنت ست شاطرة ونبيهة وقوية، وعندك كاريزما عالية جدا في شخصيتك مش موجودة في ستات كتير في مصر، والتركيبة دي أهم من كل الإمكانيات اللي قلتيها من شوية. ده تقدير عالي جدا يا فندم، بس أنا ماليش أي اختلاط بأهالي الدايرة اللي هترشح فيها مكان شريف. يعني ببساطة كده أنا ممكن. أهالي إيه يا دكتورة؟ أنت مالك ومال أهالي الدايرة؟ مالي إزاي بس يا محسن بيه؟ مش هما دول اللي بيحسموا الموقف بأصواتهم في الصناديق. واضح إني سألت سؤال سخيف. طبعًا أنت عارفة إن صدر القرار بزيادة كوتة المرأة في البرلمان. أيوة يا فندم، عرفت من محسن بيه. مقعد نسائي من كل محافظة، دي فرصة ما تتعوضش. وعشان نستغل الفرصة دي كويس قوي لازم نفهم ونركز ونسمع الكلام. تمام سعادتك، تمام. جابر بيه، هو حضرتك مش قلقان مني؟ احنا نهزر يا دكتورة، احنا لما بنبدل لعيب وننزله في الوقت الضايع بنبقى متأكدين كويس قوي من إمكانياته، وكمان متأكدين انه هيجيب جون تاريخي. طلع اهو من ده بقى اهو يا عم. السلام عليكم. استرك يا دكتور، جاي لك من القطاميه على رجلي وبطني. عينيا. حاضر حاضر. وانا كمان يا دكتور. السلام عليكم. وانا كمان على رجل واحده. لا اتفضل، ربنا يحميك لشبابك. والنبي يا دكتور، ربنا يحميك. وانا كمان يا دكتور. وانا كمان والنبي يا دكتور. وانا كمان يا دكتور. ربي يبارك لك يا رب. يديك الصحه يا رب. وانت معاك. ايوه يا دعاء. لقيته. لا لا مش جنبي ولسه ما شافنيش يا ستي، ولا فوازير ولا حاجه. هقول لك كل حاجه بعدين. مش عارفه يا دعاء بجد، انا مش فاهمه اي حاجه. حاسه ان انا بتعامل مع شخصيه خرافيه طالعه لي من كتاب تاريخ. حاجة ايه دي اللي انت عرفتيها؟ تصوري لقيت مين النهاردة في لجنة السياسات؟ لا وايه؟ في اجتماع مغلق مع جابر وهدان. دعاء انا مش هعرف اتكلم دلوقتي في اي حاجة. لا المعلومة دي بالذات لازم تسمعيها يا ملك. ملك؟ الو؟ سامعاني يا ملك؟ 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 تأمين ايه يا جدع يا مجنون انت؟ انت مستغني على الواد ولا ايه؟ انت لسه هتستنى 10 ايام لغاية ما التأمين يتعطف عليك ويديك جواب تخش بيه؟ ده كلام؟ سامي يا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. بص انا هدي لك دلوقتي كارت هتروح بيه على مستشفى 57 اللي في السيده، عارفها طبعا. عارفها طبعا يا دكتور، بس هم قالوا لازم ما يكونش دخل المستشفى. يا سيدي عارف قبل كده. عارف والله عارف هم قالوا لك ايه، مالكش دعوه باللي هم قالوه لك. اسمع مني انا، هتروح للدكتور محمد الفقي. دكتور مين؟ محمد الفقي. الله ينور عليك. هتدي له الكارت ده وهو هيتصرف، مالكش دعوه، هو هيحجزه وهيعمل اللازم، وانا هديله تليفون قبلها علشان يبقى مستنيك. الف سلامه ليك يا قمر، هتخف وهتبقى زي الفل ان شاء الله. يلا سلام عليكم. يحميك ربنا ويبارك ربنا فيك. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. شكرا شكرا شكرا. الله يخليك. الله يحفظك. الف شكر. الف شكر. ربنا يكرمك يا رب. ملك؟ انا برضو اللي ملك. انت ازاي عرفت ان انا هنا؟ مفيش غيرها.
مفتاح سراديب الدكتور سليمان. نوجا قالت لي انك بتصلي العشاء في مسجد السلطان حسن كل ثلاث وخميس، ونبهتني اني لو ما لحقتكش محدش هيعرف يجيبك. انا بقى هموت وافهم انت ليه شايل الموبايل ده معاك؟ ديكور يعني ولا عامله منبه؟ مفيش حد في الدنيا بيقفل. لا 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 لا, لا كده غلط يا ماما، مش معقول. انت بجد لازم الكهربائي ضروري. اه كهربائي؟ ايوه طبعا طبعا لازم الكهربائي علشان يوطي الفولت يظبط الفيوزات، انما الكهرباء العاليه دي على طول غلط صدقيني. بص الحاجه بترفع ازاي، سبحان الله. على فكره مالكش حل. انا برضو اللي ماليش حل. ايه الجمال ده؟ انت لو كنت عشت في العشرينات اكيد كان رسمك محمود سعيد ده، لو كنت فلتت يعني من تماثيل محمود مختار. هواي محمود والسلام. انا حاسه اني اول مره اشوفك بجد. الغضب اللي جوايا عماني، وما قدرتش المح الطيبه والحنيه العجيبه اللي ساكنه في عينيك. ايه بقى، اتكلم انا ولا تتكلم انت، ولا نجيب حد تالت هو اللي يبتدي الكلام؟ سبتني ليه يا دكتور؟ سبتني ليه بعد ما عملت كل ده عشاني؟ طلبت لي الاسعاف. ملك ارجوك انا. لا 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 لا، انا اللي ارجوك تجاوبني ولازم تجاوبني. المره اللي فاتت لما وصلتني للبيت سالتك السؤال ده، وتحججت ان الوقت متاخر والموضوع معقد وشرحه طويل، ووعدتني انك هتجاوبني في اقرب وقت، وفجاه اختفيت تاني زي ما اختفيت اولاني، ودوختني وراك اربع ايام مروا عليا وكانهم 40 سنه. ليه يا ملك؟ لاني مش عايزه اشك فيك، مش عايزه اشك فيك، مش عايزه اسمح لاي وسواس يدخل في اي ثغره في قلبي ويشككني فيك. هيقول لك ايه الوسواس ده؟ إن الطلقة طلعت من مسدسك وبإيدك، وإنك عملت اللي عملته معايا عشان تحمي نفسك من المسؤولية وتصلح غلطة غير مقصودة، مش عشان تنقذني أنا. ده أنت مدمنة أميتاب باتشان. بس تصدقي هي فكرة برضو ممكن، على اعتبار يعني إن أنا كنت رايح أصطاد كلب بحر مش سمكة بوري. بص يا سليمان، والله العظيم لو ما اتكلمتش. الله الله، حلوة قوي سليمان دي. هو كده بلا دكتور بلا استشاري بلا هم يا رب. سوري سوري، انا اسفه بابا، انا اصلي والله. ملك انا عارف انك انت اذكى من كده بكتير، تالي انت متاكده من قلبك يعني ان ده كلام خايب، معلش صح ولا غلط؟ على العموم يا ستي، ما دام الفكره دي جت في دماغك ولو لثانيه واحده، ده شعور انا مش هقدر ان انا استحمله. انا هقول لك الملك. نعم حضرتك عايز تحجزني هنا؟ ايه مش قد المقام ولا ايه؟ ها، هو انتوا خليتوا فيها مقامات؟ نقي كلامك يا استاذه، نقي كلامك، وما تخليش لسانك يرميكي في النار. النار قربت تحرق البلد كلها باللي فيها من عمايلكم يا سياده الرائد، وانا كنت فاهمه ان ذكائكم هيسعفكم ويخليكم تعيدوا النظر في السياسه اللي بتستخدموها مع الناس بعد الفضائح اللي اتسربت من اقسام الشرطه واتنقلت على الموبايلات ومواقع النت. لكن الظاهر انكم لسه عايشين في جو الالم السياسي وزوار الليل، ومش حاسين باللي بيجرى حواليكم. لا لا، انا كده استحملت كتير قوي، وكلمه تانية. احجزني يا حازم بيه، انا عايزاك بقى تحجزني ودلوقتي حالا وفي اسوا مكان عندك، وعايزه مخلوق يمد ايده عليا او يهين كرامتي بنص كلمه، عشان لما اخرج من هنا واقول كل اللي عندي لكل وكالات العالم، يبقى لك الحق بقى بانك تتهمني باني جاسوسه وبضر بالامن القومي من غير ما تحتاج لقانون الطوارئ.
وانا لسه هتاكد يا فندم. كفايه مقابله سعادتك والكلام اللي قاله لي محسن بيه قبل ما اجي. هي اصل بس الحكايه جت بشكل مفاجئ كده، وسعادتك عارف ان انا عارف يا دكتوره، احنا عارفين كل صغيره وكبيره عن حضرتك، بس ده مجرد اجراء روتيني زي ما محسن بيقول لك. وبعدين عشان ننال شرف مقابله شخصيه عظيمه زي سعادتك ونبارك لك على النجاح قبل ما يحصل. ميرسي يا وجدي بيه وربنا يخليك. انا ممكن اطمع في سؤال صغير؟ اه طبعا اتفضلي. انا اصلي لمحت الصحفيه اللي اسمها ملك يونس دي في الطرقه وانا جايه لسعادتك، هي مقبوط عليها ولا ايه؟ في الحقيقه ما عنديش فكره يا دكتوره، اصل ده ملف تبع الفكر والاعلام، وانا مسؤول عن النشاط السياسي وغيري مسؤول عن النشاط الديني. زي المستشفى بتاعت سعادتك كده ما فيها تخصصات. طب كويس يا ستي. لا مصيبه ولا حاجه، ده موقف طبيعي جدا ومن المتوقع ان هو كان يحصل. بنت زي القمر زيك ومن عيله كبيره، اكيد كل يومين هتقدم لها عريس. خالد انت بتهزر مش كده؟ يا خالد انت مش عارف ماما دي لو حطت حاجه في دماغها وصممت عليها محدش بيقدر يعارضها ولا يقول لها لا. لا نقدر، انا وانت نقدر على اي حاجه ما دام عايزينها بجد، وما عندناش استعداد ان احنا نتخلى عنها تحت اي ضغط او اي ظروف. خالد ده مش وقت شعارات خالص، انا كل اللي انا محتاجاه منك تنقذني وتقولي انا اقدر اعمل ايه. ولا اي حاجه، حضرتك هتستقبلي الضيوف اللي جايين بكره بمنتهى الهدوء والشياكه، وما تحطيش نفسك في اي صدام مع ماما، وما تتكلميش مع الدكتور سليمان في اي حاجه دلوقتي لحد ما انا ارتب نفسي وافتح الموضوع مع بابا وتلاقيني بشرب عندكم الشاي في الفيلا. انتوا مش عندكم برضه شاي في الفيلا ولا ايه الموضوع؟ فكيها بقى. دمك زي العسل يا صالح. يوه يا شيناز ما تعصبينيش بقى، الله انا مش حامل هزار دلوقتي. ايه الكلام الفارغ ده؟ يعني ايه عريس يتقدم لبنتي يقوم يطلب ايدها منك انت ويحدد ميعاد وبعد كده تفتكري حضرتك ان ليها اب عايش تقومي تطلبي مني؟ والله ما قصدت اني الغيك او اتجاهل وجودك، انا كمان اتخطفت زيك كده بالظبط، فجاه لقيت كاميليا بتكلمني في الموضوع وما فيش ساعه واحده، ولقيت الناس بتتصل بيا وطالبين ميعاد في اسرع وقت لان الولد بيشتغل في الخارجيه ومسافر في مأمورية سريعه. يعني الحكايه كلها مجرد سياره تعارف، ولما يرجع الولد بقى نبقى ناخد قرار. وإن شاء الله بقى حكاية الانتخابات اللي انت ناوية تخشيها دي ايه؟ حصلت فجأة برضو يا كمان؟ ولا كنت مستنية لما صورك تتعلق على يوفط في الشوارع وانا اقول يا سبحان الله يا اخي الست دي الخالق الناطق مراتي؟ مش بقولك دمك خفيف قوي النهاردة يا حبيبي؟ ما هي دي المفاجأة اللي انا كنت عاملها لك في الليلة السودة اللي خنتني فيها مع القطة. بجد انا مش قادر افهمك يا شهناز، والله العظيم ثلاثه ما قادر افهمك ابدا. عليك بايه بالهم ده كله؟ سياسه ايه ووجع دماغ وانتخابات وبلاوي؟ انت عارفه تفوقي من المستشفى وشركه الادويه والهم ده كله؟ انا اللي مش قادره افهمك يا سليمان، انت ليه بتكره الخير لنفسك ولينا؟ فرصه وجت لحد عندنا نقول لها لا معلش مش فاضيين لك. فرصه لايه؟ ومين ان شاء الله اللي ادالك الفرصه العظيمه دي؟ اكبر شخصيه في الحزب هو اللي رشحني وصمم عليا. يا سلام، ولما هم حابينك قوي ومتوسمين فيك الخير كده كانوا بيطلبوك قدام امن الدوله ليه؟ موضوع امن الدوله ده اجراء روتيني عشان انا صحيح انت فكرتني، عارف انا قابلت مين هناك؟ مين؟ ملك يونس. مالك اتخضيت كده ليه؟ بسمع. مش انا قلت لك ان اخرتها سودة ان شاء الله؟ انا فضلت طول الليل اعمل اتصالات عشان اعرف ايه سبب وجودها هناك. وعرفتي؟ طبعا الهانم جاسوسة يا دكتور، بتتستر ورا الصحافة والاعلام عشان تسرب خفايا المجتمع المصري وتنقلها لبلاد تانية. الاستاذة ملك يونس الاعلامية المناضلة عضوة في منظمة ماسونية على علاقة بالموساد. مش بهزلة وبس يا إيهاب، دي كارثة. تجسس؟ يعني إيه تجسس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ملك وأكرم؟ هي الحكاية بقت سهلة في إيديهم للدرجة دي؟ يطلعوا تهمة من تحت الأرض ويلبسوها للناس كده علني بدون أي مقدمات؟ ما هم أكيد يا ريس كانوا معتمدين على طريقة شغل ملك يونس،
الريبورتات اللي كانت بتقدمها كانت بتقدمها لمحطات اجنبيه وخصوصا السياسي منها. هو الاسلوب ده يعني اختراع ملك يونس؟ واحده بتشتغل ريبورتر في قناه اخباريه هتعمل ايه يعني؟ هصور فيديو كليب؟ طب ما يمكن يا ريس تكون المساله كلها مجرد لبس او معلومه غلط وصلت لهم عن طريق. لا 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 سيبك من التخمينات السطحيه دي، الحركه دي مقصوده ومدبره من بدري. عارف المشكله في ايه؟ ان ملك يونس وسعت مساحه الصدام بينها وبين النظام، وبصراحه بقى كانت بتافور جدا في شغلها الفتره اللي فاتت دي، وده بصراحه بقى يعني عيب اللي يصدق خدعه الديمقراطيه ببلد زي دي ويعشم نفسه ان في مساحه لحريه الصحافه بجد. طب ده يا ريس فيما يتعلق بملك، لكن ايه معنى انهم اغلقوا القناه تماما وتحفظوا على كل اللي فيها ومسكوا مع ملك استاذ اكرم وميسا ودعاء ومهندس الكمبيوتر؟ هو لازم يعملوا كده يا ايهاب عشان القضيه ما تبانش على انها خصومه خاصه بينهم وبين صحفيه بعينها، وان القضيه تتعلق بمؤسسه كامله بتضر بالامن القومي. طب وانا مش هنعمل حاجه في الموضوع ده يا ريس؟ هنعمل ايه بس يا ايهاب؟ يعني هو انا لو كتبت مش عارف هاجم مين؟ هاجم الداخليه ولا الحزب اللي بيحكمها ولا الرئاسه؟ ما هو انت اصلك يا ايهاب لما تيجي تكتب لازم تحدد الخصم اللي هتكتب عنه، والا بقى هتخبط في الضلمه وتلاقي نفسك محبوس معاهم وتواجه نفس المصير. انا شايف يعني ان احنا لو كتبنا دلوقتي تحديدا يعني مش هنفيد بحاجه، يعني ده ممكن يساعد على انتشار الاشاعه يعني وياكدها. ايوه راس، بس احنا لو ما اتكلمناش في غيرنا هيتكلم، ودي واقعه كبيره والجرايد هتكتبه وتنشره. يا سيدي سيبهم يتكلموا وبعدين نبقى نرد عليهم. اصل احنا بصراحه بقى يعني لو خدنا اي مبادره دلوقتي ممكن ناذي ملك واكرم. ايوه عبير، ازيك؟ انت عامله ايه دلوقتي؟ ها؟ اكرم؟ لا هو اكرم هو تقريبا سافر. سافر؟ سافر ازاي؟ قصدي سافر امتى؟ لا ابدا، بس هو كان المفروض يعدي عليا امبارح وما جاش وما اتصلش، فقلت اطمن من حضرتك. متشكرة قوي يا استاذ جلال. لسه يا سمر؟ والله لسه يا بنتي، الرقمين مقفولين. طب ليه كده بقى؟ يعمل فيا كده ليه؟ انا عارفه ومتاكده انه ما سافرش ولا حاجه، مش عايز يتعب نفسه ويجي لي خلاص يقولها في وشي، بس ما يرخصنيش كده. حرام عليك يا اكرم، حرام عليك. 100 مره اقول لك خف على البيت شويه وما تبدأهاش العشم ده كله عشان ما تتعلقش بيه. تاني موافق انا؟ سعادتك اللي بعتلي يا فندم. افتكرت. دهيلي الناس اللي شغالين مع الاستاذ اكرم بسرعه، عاوزهم هنا كلهم قدامي. حاضر يا فندم، هيكونوا قدامك حالا. والله ما عارف ادعي لك ولا ادعي عليك يا اكرم. يا عبير مش كده، حرام عليك. هو هنخرج من المطب ندخل في انيل منه؟ انا بذبح نفسي يا سمر. انا عارفه اني بذبح نفسي. كتبت الكدبة وصدقتها، بس اعمل ايه في قلبي الجاهل اللي مبسوط بالكدبة وعايش فيها؟ اعمل ايه؟ انا خايفة، خايفة الوسواس اللي جوايا ده يكون حقيقة، خايفة تكون الصراحة والفضفضة اللي كلمته بيها اخر مرة خلته ياخد قرار انه يبعد عني وعن جنوني ويسيبني. شفا حبيبتي، شفا. الحبايه اللطيفه دي بقى هتخلي اعصابك هاديه ولا كانك واخده دش بارد في يوم حر خنيق. تسلم ايدك يا بابا. ايه ياما؟ ايه يا دكتور؟ ايه هو اللي ايه؟ شايفه عصفورين راكنين على جنب وعمالين يزقزقوا، واقفه لهم ليه زي خميس قنح كده؟ طب والنبي خلاص ما تزعل مني، انا ماشيه اهو.
والله كبرت يا شهد وعينك فتحت على السياسة وانشغلت بأوجاع الناس. لا وحبيتي، حبيتي وبتدافع عن حبك بعنف وباستماتة، حتى لو كانت المواجهة دي هتكلفك حبس انفرادي في البيت وحرمان من التليفون والنت والمزيكا. هو ده بقى الواد اللي كنت عايزة تقولي لي عنه يوم جالك العريس البلاستيك بتاع طنطا كده؟ أيوة، يوم ما حضرتك سبتني وقلت لي نأجل الكلام لوقت تاني. أنا دايما كده، عامل زي البوليس في الأفلام العربي، مجيش إلا بعد ما المصيبة تحصل والمجرم يكت. اتفضل يا عمر. ايه ده؟ ده عدد واحد لابتوب جديد اشد 100 مرة من اللي سحبته ماما، مرفق بيه عدد واحد USB. وبراحتك يا باشا بقى، داونلود، تشات، فيسبوك، all kinds of خزعبلات. حبيبي ماما. لسه في كمان عدد واحد موبايل جديد فظيع عليه خط ماركة اتكلم على مزاجك يا قمر. بس طبعا انت عاقلة وفاهمة ان الممنوعات دي ما تظهرش قدام الرقابة الإدارية وإلا هتبقى مدبحة. ومصيبة سودة بقى لو نجحت في الانتخابات، هنتشيع أنا وإنتي على أبو زعبة العدل. بس أنت واثق يا بابا ومتأكد أن أنا عمري ما هستعمل الثقة دي في حاجة غلط، مش كده؟ غلط إيه بس يا شهد؟ يا حبيبتي أنا اللي غلطت معاكي، أنا اللي تخليت عنك في اللحظة اللي كان نفسك فيها تصرحيني بكل حاجة. اسمه إيه بقى الواد السيف اللي بيحبك ده؟ خالد. اسم مش بطل بجد؟ ربنا يخليك ليا. اسمه طارق الشاذلي. طارق الشاذلي، الاسم ده اللي رن في ودني زي ما يكون. ما هو ده رئيس النيابه اللي حقق في قضيه شاهد بنت دكتور سليمان. ايوه اللي سليمان ساله عن موضوع ملك عشان يتاكد من حكايه مباحث امن الدوله، وانت اللي اقترحتي عليه انه يا لئيمة، يعني انت كنت بقى جدو عشان خاطري ما تصعبش الحكايه عليا اكتر من كده. بس والله العظيم انا ما قصدت اتخبس ولا اعمل اي حاجه. مالك يا جدي؟ لا ابدا، انا اصلي افتكرت حاجه كده. سيبك منها دلوقتي. شوف يا بنتي، اذا كان قاصد الخير وعاوز الحلال يبقى مبروك عليه الهديه اللي هياخدها من ربنا. حبيبي ربنا يخليك ليا يا جد، والله العظيم ده مؤدب جدا ومحترم. مش انا اللي هحكم عليه اذا كان طيب ولا فلاتي ولا مؤدب. الوحيد اللي هيفصل في النقطه دي هو عمك سليمان. ايه يا دكتور؟ هو حضرتك ماشي من غير ما تتكلم مع الدكتوره وتشوف لنا حل؟ ما ترحميني بقى، انت ايه يا بنت انت بالظبط؟ حماتي؟ يا ساتر عليكي. المهم انت بس بلاش اللوكلوك بتاعك اللي انا عارفه كويس ده. الدكتور جه وقلب الدنيا يا دكتوره، وجاب للانسه شاهده حاجات يا دكتوره، وما رضيش يكلمك. انت فهماني طبعا. حاضر يا دكتور. بقولك ايه يا بنت، انت امك عامله ايه دلوقتي؟ نحمد ربنا يا دكتور الحمد لله بقت زي الفل، بتاكل وتشرب وتتحرك زي الاول واحسن كمان، وبتدعي لك في كل اذان. والله ربنا يبارك لنا فيها ويكرمها. امسكي بقى،
عايزك الاجازه الجايه لما تروحي لها تغذيها كويس كده، والغذاء كويس مش محمر ومشمر وغباوه، يعني دلعيها كده ماشي. ربنا يخليك لينا ويبارك لنا فيك وما يحرمناش منك يا دكتور، بس برضو حضرتك دايما تظلمني وتفتكر ان انا يعني ممكن. اما هما بقى الشويه دول اللي بياكدوا لي ان انا قدام عميل مزدوج. والله ابدا يا دكتور، ده انا عمري ما اعمل كده، ده انا خير حضرتك مغرقني. طيب طيب خلاص خلاص، المهم بقى انا رايح البلد يومين، امر على المستشفى، عايزك تاخدي بالك كويس قوي من شهد وتطمنيني اول باول، اول ما تشوفي الدكتوره خرجت تتصلي بيا على طول، كويس؟ حاضر حاضر يا دكتور. طب كويس، وماشي امتى بالظبط يا نوسه؟ مالكيش هيرجع من البلد امتى؟ طب خلاص خلاص يا نوسه، خلاص مش مهم، يلا سلام. شوشو انت فعلا متعمده ما تشوفيهوش؟ ويا رب اقدر اعمل كده لحد ما الانتخابات تخلص. طب ليه بتعملي كده ليه؟ أنا مش قادرة أفهمك. أفهمك كل حاجة لما نروح البيت، لأن المصيبة اللي حواليك مش هيخلص فيها الكلام لحد الفجر. يونس خطر في السوق والدي الهلالية سلم على تجار ردوا التحية وانا عيان حمود ملجا لداوي قسم البلد نصين طلع الجليل ليا يونس خطاس. تيجي انا ازاي؟ مالكش دعوة بيا، أنا جيت ازاي؟ طيب ممكن تهدي؟ اهدي بس علشان نعرف نتفاهم. ثانية واحدة. بقول لك يا رزق يا ابني. نعم تطوع. عايزك تستنى على البوابة، لو أي حد عدى عليا قول له الدكتور عنده ضيوف وأنا هبقى أرن عليه. ماشي طب أنت عايز حد؟ لا ميرسي يا حبيبي، يلا. يلا روح يا ابني. ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. السلام عليكم يا عمدة، انتوا في المستشفى ولا لسه في المستشفى؟ طيب صلي بينا على النبي. بص بقى الضيف بتاعنا اول ما تخلصوا المستشفى تطلع بيه على الدوار عندك. لا ما تعديش عليا بقى عشان انا عندي ضيوف. عطية انت منك؟ عندي ضيوف من ليبيا يا عطية. ماشي انا هبقى ارن عليه. مع السلامة يا حبيبي. بتشك فيا يا سليمان؟ بتشك فيا انا؟ بتخوني؟ كلمه واحده بس تتقالك بالكذب بتهز ايمانك بيا وفكرتك عني وكل مشاعرك ناحيتي كده يا سليمان؟ كده بالبساطه العجيبه دي؟ ده بدل ما تقف وش الدنيا كلها وتدافع عني في غيابي بتقول بقى على حسك. اي حد ممكن يخون ويغدر ويبيع بلده ياجر ذمته بالفلوس الا دي. طب فين؟ فين المعنى الرهيب اللي قلتهولي؟ فين لحظة ما شفتك وانتي ماشية على الرملة يا ملك؟ خطفنيش جمالك ورقتك قد ما لمستني روحك لون قلبك وبراءته وشفافيته. بتسرح بيا يا دكتور؟ ولا كنت عايش لحظة انسجام بتغني فيها مع نفسك وبتعزف عزف منفرد على العود بتاعك؟ انت فاكره كل اللي قلتهولك؟ بس انت نسيته، بلعته في لحظه واحده، صدقت علي الخيانه زي ما عملت فيه الناس اللي ما بتعرفنيش. انا غلطت يا ملك، انا اسف اسف. سليمان أنا تهنت بهدلت خسرت اسمي وسمعتي،
اتحبست في اوضه ضلمه زي المشبوهين والحراميه، واتمسح بكرامتي الارض، لكن ما حسيتش بلحظه واحده. الوجع والنار اللي حرقتني، اللي لما عرفت انك بتشك فيا كل يوم كان بيعدي عليا وانا في امن الدوله، كان بيزودني جرأة وصلابه، احساس بالشرف، يثبت رجلي ويرفع راسي. كلمه واحده بس قالت من لسانك لجلال السنوسي، كسرتني يا سليمان، مش لوحدك يا ملك، انا كمان اتكسرت، انا كمان خدت رصاصه في قلبي زي اللي خدتها في الساحل، وانا دلوقتي لما بروح انا وكمان. رصاصه ايه اللي بتتكلم عنها؟ بتتكلم عن البلد، البلد اللي انا عشت طول عمري اتخزن في جمالها واتمرمخ في ترابها، وفجأة غدر الدنيا طلعتني في الآخر مجال أهبل، وديتني حتة ألم، ألم، إنما إيه؟ فوقتني من الحلم الخايب اللي أنا كنت عايش فيه طول حياتي، وصحيت لقيت نفسي عايش في بحارة مطاريد، قتل وخطف، دم، سحر وخرافات، أعراض مخصوبة، كذب وتضليل، تزوير وبلطجة، بلطجة في كل حتة أي حد يقدر عليها. ملك، لو أنا غالي عليكي فعلا أرجوك ساعديني، أنا محتاج لك. تفتكر انا ممكن اساعدك ازاي؟ خليكي جنبي، ما تسيبنيش يا ملك، انت دلوقتي اللمسه الوحيده الحلوه اللي في وسط كل المرار ده، ممكن ساعديني ان انا انسى كل العذاب. حد امتى يا سليمان؟ حد امتى هتفضل مغمض عينيك عن الجرح عشان تنساه؟ لو عايز تخف منه فعلا يبقى لازم تفتح الجرح بايدك وتقيس عمقه فعلا وتشوف هو واصل لحد فين قبل ما تطلع منه الرصاصه، زي ما عملت معايا في الساحل. قصدك ايه؟ قصدي سكوتك على اللي بيحصل حواليك بس. ايه يا ملك؟ ايه يا ملك سكت ليه؟ تقصدي ايه باللي بيحصل حواليا وسكوتي عليه؟ كلامي يا ملك. ملك اتكلمي، انا ليه دايما حاسس ان في حاجه تخصني انت عارفاها ومش قادره تواجهيني بيها؟ في ايه؟ سليمان لو سمحت روح غير هدومك. يا دي النيله على غير هدومك، انت يا ست انت هتقعدي كل شويه تنطي لي في مكان شكل وتقولي لي قوم غير هدومك؟ تحب حضرتك البس لك ايه؟ سليمان روح غير هدومك قبل ما انا اغير رايي. طب في ايه؟ عايز افهم، فهميني. عايز تفهم ايه ولا ايه؟ سليمان في مصيبة سودة بتحصل في المستشفيات بتاعتك، مش هقدر اوصفها لك بلساني عشان لازم تروح تشوفها بعينيك.